تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك اخر المستجدات. مستمعي الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائكم الرياضي على شدا اف ام، برنامج البطوله المعد لكم اليومي من 2 حتى للجمعه. فخر الدين كنسمعوا ياك انا الشغب. فخر الدين وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. وليد كنتي شاد اخويا السي فخر الدين، وحنا بادين، والسي وليد كدير لنا الشغب وكدير لنا التشويش البرنامج وكدير لنا ما يشبه عرقله المسار ديال البرنامج، وحنا غادي نعقدوا ندوه صحفيه وغنشرحوا هذا الشيء للمستمعين ديالنا ان شاء الله. تحيه لك ايمان. تحيه لك اختي ايمان. تحيه لك اخويا. صافا مزيان؟ صافا الحمد لله بخير. كلشي لاباس؟ كلشي لاباس. فخر الدين اللي كتشادني، ماشي انا اللي كتشاد فخر الدين. لا انا شفت انا كنت اللي كتشاد. لا انا كنت في بيرو عادي ما مريح ترونكي، تدخل عندي فخر الدين بدا تيهضر لي على الكره وانا بعيد على هذا الشيء هذا، فهمتي؟ وملي دخل هو جلس وانت نطي. انا نطي صافي. لا وقفتي. وقفتي. ملي وقفتي وليتي انت كتعبر وهو كيسمع. كنا كنهضروا؟ على فخر الدين. لا لا قول له. اش 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 وليد علاش كنا كنهضروا؟ ادوي على على فخر الدين والمسار المهني ديالو. ماشي وسير المهني ولا الرياضي؟ سير سير لما الرياضي سير. انا مساري قبي غنجي عندك نهضر معك. علاش كنهضروا على المصلحه ديالك؟ الله يفك لك، الله يفك لك داك الشيء اللي كنا نهضروا عليه. الله يفك لك وحي لك. الله اكبر. الله يفك وحي لك اودي يا وليد. تحياتي فخر الدين. تحيه لك الايمان والاستاذ هادي وجميع صديقين وصديقات البرنامج. كل شيء بخير، صحه لاباس، انتم هانيين، صحتكم لاباس، الحمد لله بخير. ايوا اليوم ان شاء الله غادي نجيو نتكلموا على بعض المستجدات اللي كانت في كره القدم خلال هاد 24 ساعه الماضيه، وعلى الرياضه الوطنيه لانه تم الاعلان على واحد الرقم وتم وصفه بالمشاركه التاريخيه للمغرب في الالعاب الاولمبيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. غنهضروا واخا من باب وذكر، كنا تكلمنا عليهم نهار الجمعه المباريات ديال ربع نهائي كاس العرش، ندوزو على المباراه ديال اولمبيك تشيره والجيش الملكي ثم اولمبيك خريبكه والمولوديه الوجديه، اضافه بطبيعه الحال مستمعينا للتواصل ديالكم على 0522 36 05 36. مانشستر سيتي يستعيد الصداره وباقى دوره واحده. والسيتي هما والارسنال راسا لراس، والسيتي هما اللي عندهم لافونتاج لان المصير ديالهم بين يديهم. قطعه وحيده. كان الماتش ديال البارح ديال توتنهام هو اللي يقدر يكون المنعرج اللي يقدر يكون صالح ارسنال، ولكن الكره يمكن دورت وجا على توتنهام بعد المحاولات اللي كانت انفراديه بالحارس. ما عطاتهمش هذا وكيبقى السيتي اللي يزلق فيها. كيبقى السيتي عاوتاني منير عنده ديك كيف كنقولوا شي حوجات اللي كيفتقدهم بعد الفروق، وهو دوك اللاعبين اللي كيتميزوا بذاك العطاء الانفرادي، كل واحد عنده شي حاجه ديالو يقدر يخلق لك. ملي كتشوف الهدف الاول كيفاش جاو وضربه جزاء كيبان لك الانديفيديوليتي، شي واحد اللعب الفردي ديال واحد، كل واحد عنده شي حاجه ديالو. بحال دابا ملي كتقول فودان عنده واحد لا كاليتي جو ما يمكنش تشبيه ديال دي برون ما تشبهش ديال يعني كل واحد عنده كل شيء في القالب الجماعي ديالو. إيه ولكن كل واحد عنده شي حاجه ديالو وكيوظفوها في الشكل ديال الكره الجماعيه. انا بغيتك بحال دابا بحال ملي كان محرز في الكوتي غوش عنده ان جو ديالو خصو يخدمو، الا ما داروش كتجي تجلس عندي. كان عنده واحد القطه ستيرلينغ كان يعني كان غوارديولا كيمشي بديك الفلسفه ديال الكويريا، ولكن بالطريقه ديال اللاعب ديالي انا اللي بغيت واللي بغينا حنا كجماعه. هاش غادي دير واش غادي دير؟ تقدر انت تشوف شي لعاب وما يعجبكش وتقول لعاب اللي ما كاينش، ولكن بالنسبه لي هو راه داير واحد لورول يمكن انت ما كيبانش لك، خدام في صالح الفرقه. بحال لافاسونتر دابا اللي عند هالاند هالاند يمكن يسجل يمكن ما يسجلش، ولكن انا دائما كنت كنقول لك بانه هو كعنصر في ديك الدفاع ديال السيتي، في الهجوم ديال السيتي كيخلق مشاكل لهذوك المدافعين، انه ديك القوه اللي عنده كيقدر يلعب ادو وياخذ ديك الكره. هذه بزاف اللعابه اللي ما كيقدروش عليها كياخذ الكره برجليه، يقدر يجيب لك فوط، يقدر يدير بزاف ديال الحويجات. بعض المرات ما كيسجلش ولكن راه خدام داير واحد لوجو ديالو. البارح ماتش كان كبير ديال جوج ديال الفرق يعني، ومازال نهار الحد غيكون الحزم داك الحضور الجماهيري يعني داك
لاربيتراج منير اللي بغيتي عقل على الاربيتراج. انا جايك لواحد النقطه ان شاء الله غادي ناخذ واحد الفاصل. الاتحاد الاوروبي انا باش كيعجبوني دوك الناس ملي كيجي يقروا يصوبوا شي حاجه كيخرجوا طخطخ كيوضحوها والسلام عليكم وداك الشيء غادي فير لافون غادي ماشي كنتخباو وكنبرروا شي حاجه اللي دازت. الاتحاد الاوروبي لكره القدم عدنا على شي حاجه اللي بالنسبه لي انا جديده وزوينه انت غتطبق في الاورو هذه اللي جايه 2024 بالمانيا. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاده اف ام. تحيه للاصدقاء اللي كيتبعوا معنا حلقه اليوم عبر البث المباشر اللايف، وكذلك تحيه لمن يتابعنا باذانه اينما كان في اي نقطه في العالم. كاين واحد القرار هنا ولكن تندخلوا لداخل عاوتاني عن نهضر عليه. لجنه الاخلاقيات راه وقفات عاوتاني شي واحد الى حين كذا كذا. الاتحاد الاوروبي سيدي كيقول لك ان في كاس اوروبا اللي جايه الحكام ما عندش الحق اي لاعب انه يتحاور معهم باستثناء لي كابيتان ديكيب. زوينه حيدوا ذاك مزيانه واخا هما كانوا منفتحين على انه كيقدر يشرح شاك جور انه هذه فوت ماشي فوت. ما كاينش شاك جور. شفناهم لا هذاك اللي خرج وضح شفناهم كيفاش قال لك الا جاتنا 20 حاله في الماتش وضاروا بك 20 لعاب كيفاش زوينه دو كابيتان صافي دو كابيتان مزيانه كنناقش معاك قال لك من حقنا الحكم يشرح القرارات ديالو لكابيتان والمدربين مزيان حقو يتحاور معاهم. شنو المبدا انا هذه اللي عجبتني قال لك لي الزياده في جو الثقه بين جميع الاطراف في مباراه كره القدم. ها اللي غادي ندير وهاللي ما درتش هذا اون بليس كاين واحد الفار الفوق اللي تاهو خدام ولكن انا كوم اربيتر كنعطيك داك الشيء اللي كنشرح لك وكنقول لك هي راه كانت هو الشيء الجميل عاوتاني هو ديك القرارات اللي غادي تدخل ان شاء الله على حيز التنفيذ وهي هذه اللي خلقها مشكله بوليميك حتى في المغرب اكثر هي ضربت لمسات اليد لمسات اليد حتى هي غادي دير عدد كبير. لا شوف حنا الى في اطار الى كان شي تطوير حنا خصنا ناخذوه هذا مشكل تقني اللي شوف الى راه هي المشكل التواصلي شوف الى كان شي تطوير بالنسبه لكره القدم والحكام حنا خصنا ناخذوه كافريقيا وشمال افريقيا. دابا انا لا اتكلم على البطوله المغربيه نقدر نقول لك نشملها على جنوب الصحراء وعلى شمال افريقيا ونحاولوا نوصلوا افريقيا كاع انت لا افريقيا كامله افريقيا نوصلوا لهذا المبتغى على انه الحكام يجيو عنده حتى حنا وقع علينا دابا ولكن بالفوضى. لا حنا عندنا عاوتاني حنا هذاك القضيه الفار شتيها ما كاينش اللي ما كيديرش بيديه. معك الحكم يمشي عند الحكم تيدير ليه بيديه بحال هكا هذيك ولات غير اللي كيبانوا لك التيران ولات عاده اما اللي كتجيهم من البونتوش ولا كيكونوا مدخلين لي طابليت ولا شي حاجه تيقول لي عاود راه عاود. جو بونس منى ديجا هذا القرار ما تخذاتها كانوا دي بوليميك صغار في هاد لي ماتش هادو في لوروب ولا اون جينيرال كنتي وليتي كتشوف هاد الامور ديال اللاعبين ولاو باغيين يتشادوا مع الحكام والحكام تا هو كيدير بعض الاخطاء دونك جو بونس ما جاش وتخذا هاد القرار هذا ورغم انه ما كانش بديك الحده ديال ما كانش بديك الحده غير شموا الناس غير شموا شويه ديال الخطر. دابا هما لا هما يعني ماشي بحال حنا راه كتشوف فيها قال لك للزياده باش الجو ديال الثقه يكبر قلتي لي فخر الدين ديك لمسات اليد وداك الشيء قلت هذا مشكل تقني راه المشكل التواصلي واش في نظرك انت مثلا حنا اسمح لي غندخلك عاوتاني لهنايا المغرب واش الحكام ديالنا عندهم الخاطر انهم يتحاوروا ويشرحوا واش اللاعبين ديالنا ولا كابيتان عندهم الخاطر انهم يستمعوا للشروحات والشرح ديال الاربيط هذاك الجو اللي كتسمع انت وهذا الاربيط راه معينينو لينا راه جاي عينين فينا وكذا واش يشرح لك تاعي واش لا غادي نتعذبوا باش نكون معك صريح غادي نتعذبوا شتانا بين يعني بين العقليه والنظريه والتخمام اللي كيخمو فيه دوك الناس معنا حنايا سي تري تري ديفيسيل انت مسبقا يمكن كاع في المستودع الملابس كتبقى تسمع عندكم هضره ذاك المره دار لينا كيدخل شي واحد كيقول له واش عقلتوا ذاك النهار وصراحه هادشي خيب خصنا نحيدوه وما عندك ما ديرها كتعرف ديك من شابه على مات من شبع على شيء شابه عليه فوالا حاجه كديك الحاجه راه هادشي راه حيت هو بقى غادي متسلسل هذاك الحكم ما عندوش تكوين مزيان اللاعب كذا وصلنا لهذ الحاله اللي غادي نوصلوا لها ولكن انا كنتمنى موني لماذا نوصلوا على ان يكون تحاور ما بين عميد الفريق ديال كل ديال هذا ونتحاور يكون تحاور منير ونشرح ليا ونشرح ليك هادشي اللي كاين ما كاينش
ولحد الساعه الجهاز التحكيمي ديالنا والمؤسسه المشرفه على كره القدم ديالنا مازال كنتسنى تاخذ غير شي قرارات لتحسين الاداء ولا شي حاجه اللي تزيد بك القدام. لحد الساعه كنشوفوا غير تغيير اشخاص باشخاص وحيد هذا وجو هادو وغنديروا والحكام الشباب الى غير ذلك. على اي موضوع الفيفا قررت على كاس العربي احنا جاي قطر جاي واخا عطينا انت الخبر ديال ثلاثه ديال النسخ قادمه 2025 2029 2033 علاش كيفاش علاش 3 سنين ولا 44 عام ولا ما عرفتش شنو تبقى في قطر علاش بحال داكشي اللي داروا معنا حنايا في لي اوجيستات دابا دابا الفيفا كتعطي شي جمله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم تهدى كرة القدم وهادشي غادي يولي حتى هو بلاتي نزيدك واحد الحاجه الحرم فخر الدين بلاتي زيد انا ماشي ضد قطر ولا ضد السعوديه ولا ضد الامارات ولا ضد خصنا نحاولوا شويه على بالي هذا ايفونتينو ولكن بلاتي اللي غيخرج منه هذا شتي ذاك بلاتير وبلاتيني راه مازال كانوا كي هذاك بلاتيني كان كويري وكيدير هذا راه شتي هذا انا نقول لك اموني راه قال نقول فخر الدين قال لك هذا راه غادي كيجرب هذا غادي 200 في الساعه في هادشي ديال هادشي اللي كيشير به انا اسمح لي ناخذها من واحد الجانب ايجابي اشنو ماشي اخيرا ها هي الفيفا هي اللي غتولي مشرفه على كاس العرب ماشي اخيرا ها هي واحد المنافسه اللي علاش ما نديرش انا غير معترف بها علاش ما ندير واخا هي كانت غير معترف بها ما كاين حتى شي مشكل واخا حنا الاولين كلينا فيها العصا لا حنا لا دوك الفرق اللي لعبوا قبل كنتي عا كتشارك وصافي كان منافسه جهويه كانت دايزه وما عليناش ها هي دابا غتولي ولكن حبذا نشوفها انا في بعض الدول العربيه ولما لا كاع فهمتي تقدر تمشي لشي بلاصه ونقولوا راه بلاتي نزيدك واحد القضيه قال لك وضحت الفيفا طلب من الاتحاد القطري انها دير هذه المباريات ضمن تواريخ المباريات الدوليه المعتمده فيفا خدات بعين الاعتبار الاتحاد القطري اللي عطاها هذا سميتو قبلات يعني غتولي منافسه ضد فيفا واحد وما خداوها راه فيفا اللي مكلفه بها لا ولكن هذيك اللي فاتت الاولى ما كانش ضد فيفا ما كانش ضد دابا هذه دابا حيت فيفا غادي تدخل في هذا معترف بهذا وهذه القضيه هذه دارت من طلب من الاتحاد القطري والفيفا صدقت عليه كي غتكون المشاركه تاعي فاش النسخ ديالها الدور تما في كاع لي زيكيب ولا جو سي با شنو كاين الاتحاد العربي عاوتاني شوف واش غيدير اقصائيات ديال دوك المصنفين اللي لتحت مثلا دوك ال 12 الاولين المغرب تونس الجزائر السعوديه هذا الشيء غيدوزوا غيبقى الاقصائيات بين الصومال جيبوتي غنوليو هذا الشيء ديال العربيه زائد على هذا السوبر ليغ ديال افريقيا كل واحد عنده دابا خصو يختار المنافسات ديالو لا انا نمشي معاك بعد كاع ها هي كاس العرب واش المشاركه بالمنتخب الاول ولا بحال الصيغه اللي كانوا داروا المره اللي فاتت اللي كانت مشات ماشي المنتخب الاولى واش غيتم السماح باللاعبين المحترفين باوروبا انهم يشاركوا ولا غيبقاو غير باللاعبين اللي كيلعبوا في ومنين درتي منين درتي الى درتي الفيفا دونك الى درتي فيفا راه يقدروا يديروا مشاركه ولكن عاوتاني الا غادي تجيب دوك اللاعبين ديال اوروبا وتدخلهم في هذه المشاركه ديال الكاس العرب وتزيدهم الاقصائيات ديال سميتو المشاركات ديالهم مع الفروق ديالهم اللي ما كتساريش كي غادي يولي بنادم يدير شو هذوك ديال الامريك لاتين العذاب اللي كيتعذبوا في المواصلات وفي الماتشات ثم كاين واحد القضيه اخرى بخصوص هذيك هذيك التخمه اللي غتولي ديال الكره تخمه جدا ولكن في انتظار هذا ما عرفتيش كاين شوفوا بعدا المنافسه هي كاينه 25 29 33 من بعد الدوره ديال 2021 ثم واحد التوضيح اخر بخصوص هذوك الخمسه النسخ ديال لي اوديسات ديال البنات راه واخدها المغرب وديال لي اوديسات ديال الذكور في قطر وتم توزيع المقاعد على القارات عدد المنتخبات غيكون 48 تبارك الله يعني افريقيا غيشاركوا يعني افريقيا غيكون عندها 10 البلايص 10 المقاعد واش هذه عاوتاني نقولوا فرصه للمغرب الا بغى يوجد واحد الخمسه ديال لي جينيراسيون يو 17 وضمن بهم التاهل ويلعبوا خمسه ديال لي كوب دي موند كل عام تقدر تقدر كيف هضرنا على البنات تقدر تقدر تكون عندك مشاركه غير هي 48 فريق منتخب غتكون شويه صعيبه بالنظام ديال كاس العالم الكبار ايه غتكون شويه هنا كاين شويه ديال الصعوبه لانك غادي تلعب ماتشات دابا قد ما كيقواو لي زيكيب مونير ولا لي هذا وانت كتزيد تعذب واحد شويه خاصك تعرف هذا دابا النسخه ديال كاس العالم للانديه
اللي ما دارش فيها بوديوم فواحد الوقيته من الاوقات لا اظن على انه مستقبلا النسخه اللي جايه هادشي اللي جاي لا غادي تلعب مع 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 فاروق منير عندها بطولات قويه راه امريكا الا شاركت لك فرقه ولا جوج غادي تلعب ضد تشامبيونز ليغ وليبرتادوريس مخلطين اوروبا ليغ وهذا ديال لاتين يعني كاين 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 الامور غادي تصعب خويا بغيت نهضر على السيدات نكمل داكشي اللي بديتي نكمل انا غير على نمشي على حنا كنهضروا على المنتخبات البارح كان واحد البلاغ اللي دزنا عمر سيلا هضرنا عليه المدرب السنغالي هضرنا على المدرب البرازيلي ديال المنتخب ديال الكره الشاطئيه انا غنجيك الجمله الاولى اللي كانت في البلاغ ديال تعيين حميد العمول مدرب مساعد لطارق السكيتيوي وسماته الجامعه منتخب حرف باء والبلاغ اللي داز في المعسكر اللي كنا هضرنا عليه واللائحه اللي كنا قدمنا قدموه بالمنتخب الاولمبي في معسكر حنا هنا قلنا راه هذاك ماشي منتخب اولمبي راه كيوجدوا واش اعاده فكره دابا الجامعه هي اعترفت ضمنيا واعترفت رسميا انه كاين منتخب حرف باء واش اعاده تشكيل منتخب هذا حرف باء فخر الدين او الرديف او المحلي سميه اللي بغيتي واش حاجه مزيانه كتوجدوا مهم عندك بعدا الشان هي الاولى هي كتوجدوا الشان باينه واش بعدا تشكيل منتخب بحال هذا يمكن تاخذ منه لماذا ديروا بحال المشتل غير واش يكون في واحد لاص صغير لا هذه خص تركز عليها لاج اه السن ضروري نجيب دراري سنيا العمر ديالهم يكون زوين وكيلعبوا الكره وكيلعبوا مع ديزيكيب ديالهم في القسم الوطني الاول ولماذا الا لقيت حتى في القسم الوطني الثاني الا لقيت شوف قلب ما خصكش تمنع اي واحد نقدر نمشي حتى للهوات وهذا هو اللي كان افون ندخل نهود نبحث كتلقى بعض المرات واحد الوليدات زوينين لاج ديالهم صغير خص غير اللي يشوفهم كابرين في واحد البلاصه نهبط كندير السلامي مع الكعبي فاش كنت كيعيط عليه من الراك اي نمشي نتصل مازال الراك راه قريبه وكاين قسم ثاني شوف الراك هو ولا انترميديير مندوزا تلقى تقول لي انت مشى سلامي للراك الله يرضي عليك لا بلاتي كاين مندوزا ها هو بلاتي كاين مندوزا ما تقدرش شوف كاين اللي غيبلغك بلاتي فخر بلاتي منير شي كاين اللي غيبلغك مندوزا كنعرفو انا كي داير يقول لك راه عندي لعاب بيان سور ما فيها باس ماشي عيب اييه انا شاد ليكيب المحلي وعيط لي قال لي فخر الدين اجي تشوف واحد الوليد عندي نمشي نشوفه اها عجبني غادي نعيط عليه هي اللي دار جمال معايا والكيب هذه الامتيازات اللي كاينه هذه اللي قلتي انت شكون اللي خصو يديرها دابا الناس اللي مسؤولين ما فيها باس ناس تليفون ولا ندق البيبان نمشي نشوف راه عندنا ما نشوفش انا ما غاديش نقدر نشوف انا ما غاديش نشوف انا لا انا عيط لفخر الدين فوالا راه عندي واحد لعاب ولا جوج راه الماتش جاي يجي يشوفهم ولكن ما عندكش حق تعيط لا سميتو تشوف دابا فين ندق باش يوصل الخبر ديالك وتقول لهم فوالا راه كاين واحد وليد عندي ولا جوج ولا هذا شوف انت غنقول لك واحد الكلمه شكرا اللي جبتي هذه النقيطه هذه لان أتصنتي أتصنتي. والله العظيم الا مدربين مغاربه كيديروها اتصنتي الفئات الصغرى عرفتيش انا باش كاين واحد العقليه عاوتاني ديال العقلية ديال الحريمية وكاين العقلية ديال ولاد الناس كاين اللي كيلعب ماتش في الشامبيونة كيعيط للسيليكسيونور كيقول لي راه لعبنا ضد واحد الفرقة عندهم واحد اللعاب اكس و ايكغيك سير شوفهم سير شوفهم ماشي ديالي غير ديال لادفيرسير انت كتجي انت ما خاسر والو ايوا واش تسمح لا 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 انا كمدرب ديال لهاد البي كندخل لمعمورة انا ما كنخلص لا ريال لا جوج ريال وهذاك الدري والله ما يتقل عليا نعطيه اسبوع ديالو اييه بواحد الماتش اميكال اييه ياك وانت عينك ميزانك بان لك السيد في المستوى وعندو المكانه ديالو مرحبا راه حنا ماشي غادي نبقاو اشاك فوا تنهضرو تنهضرو على القسم الوطني الاول راه الا بقينا فحال هكا راه عدد كبير من الدراري لتحت ما الحظوظ ديالهم غتكون منعدمه ثم فكرتيني في واحد المبادره اللي كانت وما عرفتش علاش في كره القدم في هذه البلاد السعيده كاع دوك المبادرات الزوينه اللي فيها شعو ديال الضوء يتم اقبارها ولا يتم محوها 2016 2017 العصبه الوطنيه للهوات كانت دارت المنتخب الوطني للهوات ما عرفتش ديك الساعه كنتو في المعموره فاش كانوا داخلين كونسونطراسيون ولا شي حاجه والله ما عرفت وكان المنتخب شكون اللي كيشرف عليه شكون اللي يجمعو مراد حديود دريس أيه دريس عابس أيه والمامي السملالي المامي السملالي عقلت عليها عقلت عليها ولعبوا في الرباط لعبوا واقيلا في شي عصبه في اسبانيا صحه
علاش ما بقاتش زوينه هذيك البديله؟ على الاقل كتمشي كتدخل كتنقي من الهوات وكتشوف البطوله اش فيها. لا حيت انا ملي كتقول لي البي انا بغيت لا شونس توصل لهذا عند هاد الناس لهاد الوليدات، لان كاين بزاف عندنا ديال 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 الدراري انا نقول لك صراحه كيضيعوا، كتلقى مسكين كيحيا ما يضرب تماره وكيحيا والافق مسدود ما عندوش فين غادي يوصل. الى عيطتي ليه وهذا راه تقدر توصل لواحد البلاصه اللي دابا انت كتهضر على دياز وكتهضر على هادو كصحابك دابا انت في اسبان دي مومو ملي كتدخل كانت كديه دابا مو ولا جو سي با بحال لك بحال لك كلهم تشافي بحال لك كنشوفوا دوك ميسي وكنشوفوا كاع عدد كبير راه كيمشيو كيدخل مع دوك الدراري الصغيرين. شتي الفيديوهات ديالهم ولاعبين مع برشلون ولاعبين مع خطافي وناشطين وناشطين وفرحانين وميم طون كيشوفوا لا كاليتي ديال الجوار وعندهم واحد المؤطر اللي حداهم تما كيكون خبير في هذيك الفئه. هذيك هي لا شونس اللي عند دوك الدراري وكيبقى غاز هنايا كيبقى يتحرج بشويه بشويه كيدوز من عند من فئه لفئه وهو تابعينه وغادي باش كيوصل لهاد الحكيمي دابا فهمتي؟ حكيمي انا كنظن لينافريد هو ابن منطقه واتزون لينافريد لينافريد دارهم وداك الشيء بقاو تما لينافريد العلم العلم لله شنو عدد كبير ديال الدراري اللي كنتفرجوا فيهم دابا حنايا وكنشوفوهم وتنقولوا اه ولكن راه هادو راه ما جاوش من اللعابات كانوا صغار وتبعوهم ناس وبقوا خدامين معاهم وغادي انت زنزولي اللي زياد تبني من لال وخلق من لال وعاد حنا دابا المشكل اللي عندك الاهتمام والشوفه وكاين كان اللي غايجي يقول لك هذا قصيور ما عندك ما دير ليه ياك لاباس قصيور هذا تا وداش هذا قصيور ولا طويل بزاف باش غينفعني ولا يقول لك الاختيارات حتى هي راه صعيبه كاين اللي كيمشي ضحيه ديال الشوفه كاين اللي كيمشي ضحيه ديال واحد المدرب عنده واحد كاركتير وعنده هذا ويا سيد سويت حنا ما كرهناش نشوفوا وليدات من هاد الاقسام اللي كندوي لك عليها لان شوف والله العظيم الا كاينين دراري صغار كيتمحنوا كيتعذبوا في الهوات وفي هذا والقيلات كيلعبوا الكره خاص علي انا غير باش نرجع نبقى غادي في هذاك الخط ديال هذا المنتخب اللي سماه حرف باء بلاعبين بديك اللائحه اللي كنا قدمنا بموهوب بحيمود ببن طيب وداك الشيء كتشوف انت العناصر مواليد 2001 قادره انها حتى الا ما فاتش كيخصهم يخدموا هما الدراري عندك تقول لي دابا انت موهوب وهذا مبارك وواحد عدد كبير حيمود حيمود وهذا عندك تكون باقي ما داروا والو هاد الوليدات هي راه كيلعبوا في واحد البطوله علاش كنهضروا عليهم شبه منعدمه مازال ما ديماراوش الله يعطيك الصحه الا مشاو بهاد العقليه هادي احنا وصافي راه حنا هذا لا لا مشيتي فيها الدراري خصهم يخدموا وخص اللي يخدم معاهم خص المدربين اللي غادي يجيو يعطيهم ان بلوس خصهم اللي يمشيو لا سيليكسيون ياخذوا ان بلوس باش يبقاو غاديين اما زعما ينحاصروا في هذاك الشيء اللي بقيتي في ذاك العطاء ديالك غتسالي في الفرقه اللي انت فيها ومن بعد غادي تبدل بشي حاجه اللي اقل وغتبقى غادي مهود مهود وتلقى واحد النهار تجي هنا نقول واش عقلت واش عقلت فين مشى صافي راه هو راه في الهوات واش شفتي الفريق اللي لعب على الصعود في الهوات راه معاهم فلان ولا ما بغيناش نسمعوا هادشي بغينا الدراري يخدموا مع كل الاسف تحيه لكل الاصدقاء اللي كيتبعوا معنا حلقه اليوم عائشه الزوين مولات العسل قالت لي هي الاولى اليوم تبارك الله عليك اش كاين اليوم ها اش كاين اليوم السمن ما عرفتش ما عرفتش سي عز الدين قال لك سي فخر الدين العزيز الغالي يا الزين البرتغالي اسمع هادي وكمل من عندك عاود ثاني صباح مطيشه دايره طريبيشه صباح الفلفله دايره الحفله صباح الدنجال ما يبقاش فيه الحال تحياتكم تبارك الله على سي عز الدين ما مارشي اسماعيل سول فخر الدين على دينيس بيركامب والله والله لاعب هولندي دينيس بيركامب مصطفى الباين دينيس بيركامب اللي ماركا علينا بيت في 94 الله غالب مصطفى الباين تحيه للخويا مصطفى الباين سعيد مباشر عائشه انا الاول لا سي سعيد عائشه هي الاولى هي اللي مسجله انت بغيتي تسبق عائشه دابور لي فام عندك شي اعتراض سير لا بلاتي بعدا دابور لي فام دابور لي فام تكون النتيجه غادي نحيدوها احنا صافي هذيك النتيجه غادي نقلبوها لان خصنا نديروا لي فام ولكن ما خليتونيش نكمل بعد القرارات ديال الفيفا ديال لي فام ديال لي فام منير انا جاي دابور لي فام لي فام دابور السلام عليكم خويا منير سي فخر الدين اختي ايمان عماد وهران سي منير اش بان لك في زيت هركان بلاصه العسل
مرحبا بزيت ارقن يلا هو راه دار طلع للسماء بيو بيو املو حسن ياك لا املو ما غديريش الا بارقن السلام عليكم خويا منير والحاج والاخت ايمان تحياتي لكم جميعا تحيا لك المهم كاس العرب عماد والسي محمد الرجاوي تحيا لكم وعثمان البصراوي الرجل الرائع فخر الدين حاج مبرور ان شاء الله الله يبارك فيك ان شاء الله سي العبداتي فين غبرتي اخويا اهلا وسهلا قال لك سي منير انا مثلا رئيس فريق بما اني اقبل وارفض طلبات انخراط بالفطره ممكن نرفض اي واحد يقدر يزعزع بلاصتي مستقبلا وعنده قدره للترشح تقدر شنو تقدر تصدق انت باب الخيرات ما يدخل حتى شي واحد أليس من الأجدر أن يقبل ويرفض ويجمد الانخراطات ويكون أن من يقبل ويرفض ويجمد يكون خارج المكتب دابا هذا قانون أخويا وكل فريق كيكيفو على حسب شنو كاين فواحد الوقت كان كيتقدم طلب الانخراط ويجب قال لك تعزيزه تزكيته من طرف جوج الأعضاء ديال المكتب هما اللي يقولوا وكل مرة وكيفاش هاد العام هذا وحسب اخر فريق اللي فتح باب الانخراطات وسدوه هو الوداد مؤخرا ما عرفتش انا كيفاش كتتم العمليه ديال القبول ورفض الانخراطات نفس المنطق يسري على الجامعات الرياضيه التي على راس بعضها مسيرين لعقود طوال وعجاف الله يعطيك الصحه برغم ان طريقه الترشح لها بعيده عن الانخراط لكن يحكمها كذلك منطق المراقبه والتحكم عن بعد لمصير اي خليفه محتمل دابا ما كاينلاش نجاوبك انا اخويا انت لخصتي كل شيء السلام عليكم سي رشيد بن سالم تحية لك أخويا سي بان نحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله أستاذي والطاقم التقني الأستاذ ديالنا هو فخر الدين حنا هو قال أستاذي أنا قلت فخر الدين سي منير البطولة دايرة بحال شي بقرات عيات حلب فيها ما تعطيك تقطرة ديال الحليب لا خطأ إلا كان الاعتبار ديالها بقرة فأكيد أن البقرة فيها شي حاجة نافعة البقرة حلوب فيها الحليب فيها اللحم فيها الجلد فيها الكرعين فيها شوف أنت البطولة ديالك شنو تقدر تخرج منها المشكلة هو تحط هذيك البقرة اللي هي البطولة وتقول راه كل شي خيب كنا كنهضروا على منتخب قبل قليل اللي تقدر تعصروا من هذه البطولة تحياتي السي منير تفخر الدين الله يعطيكم الصحة السي منير قول السيتي فاز بالدوري لا ما نقدرش نقول لها سبب الله الله باقي نهار الحد باقي نهار الحد صعيب ما تعرفش اش غيوقع الكره ما فيهاش المنطق سيرتو في الانجليز ما تثقش البوكاوي محب البوكا ما رايكم اساتذتي الكرام من مشاركه المنتخب الاولمبي في كاس العرب الجاي في قطر اين منتخب اولمبي هذا اللي غيشارك فرنسا انا غنسولك اين منتخب اولمبي هذا اللي غيشارك فرنسا غتسالي فرنسا ما غيبقاش سميتو منتخب فوالا لاج ديالهم غادي شنو نتمنى ما نشوفوش لاعبين اكثر من 24 سنه في هذا كاس العرب اللي جاي والناس هنا غادي ياخذوا كم حاجه تنقضيناها بتاخيرها باقي الناس ما هي شوف بالتركيز كله على كاس افريقيا 2025 يسعد الله يومكم عادل ضياء شكرا لك عندنا كل شيء يدوي مع الحكام اللاعبين المدرب المساعد المدرب الاداريين واخرهم الجمهور حتى البون دو توش نساه راه كلهم قال لك المدرب المساعد قال لك المدرب المساعد كل اللاعبين ديال بون دو توش زعما هو قال لك كل شيء قال لك المساعد نتمنى اعتماد الجميع لوكلاء اللاعبين المعتمدين من الفيفا لابعاد الشناقه والسماسره المغرقين للفرق الوطنيه بالصفقات كيتصل بالرئيس جاوب والله ما عندو كي غيديروا الاخرين لا فيفا ما عندها ما دير كيعيط لك واحد السيد كيعيط الرئيس ولا كيدير لي تيقول راه عندي هذا وعندي هذا عندك ما دير عثمان بصراوي فخر الدين راه احسن رئيس مره في تاريخ الكره مره في الوداد هو مكوار الدبلالي وكل واحد من هذا الرؤساء الله يرحمه انا لا هضر معايا الله يطول العمر اللي باقي انا انا كل واحد كيجي يدير شويه وكيزيد يمكن لا هضر معايا انا بحكم يعني القرب ديالي من هاد الرؤساء كاملين تقريبا اللي 30 عام ولا 35 عام في الوداد مكوار الله يرحمه دار داك الشيء اللي قبل من مكوار بحال الحريزي ولا هذا يعني كاع الناس سنتيسي الله يرحمه الشتالي الله يطول لي عمره الدبلالي تا هو الله يطول لي عمره بو بكر جدايم ابو بكر جدايم الله يرحمه انا اللي بقينا كنحسبوا المسيرين هو هذه حصلها في الرؤساء
مع العلم يمكن هو ما عندوش درايه بانه راه كان واحد اسماعيل الخطابي الله يرحمه الحاج مقتدر الملقب بشراوطو السي الخمنيشي الله يرحمه واحد عدد كبير ديال المسيرين معطي وارد الكاتب العام اللي دوز اكثر حتى هو مسكين كيعاني في البطوله 2010 كان كاتب عام فوالا الله يعطيه يرزقه الصحه والسلامه احسن كاتب عام يعني القيدوم كاتب الكتاب اللي كاين في الوداد هو معطي معطي الحاج اكرم اشوف كل واحد جا في واحد المرحله من المراحل واشتغل ودار داك الشيء اللي قدر يديره كاين شي واحد اللي حط لك شي حاجه اللي دابا انت ما نادمش عليها اييه الواحد حط شي حاجه ومشى فهمتيني ما نقدروش نجيو نقولوا المسيره ديال الرئاسيه في الوداد تتعلق بشخص او شخصين لا هي فيها واحد سلسله من عدد من الرؤساء اللي دازوا وسهروا على فريق الوداد منهم الاولين بحال ما كتقول اللي في مرحله التاسيس التاسيس بحال بن جلون الله يرحمه وما ادراك ما بن جلون وانت غادي انا كنقول لك بحكم القرب ديالي من هاد عدد كبير من الناس الله يرحمه بن جلون راه حضرنا ليه هو باقي في الجليبيه ديالو والطربوش حمار الطربوش حمار ديالو هذاك العشاء اللي كنا درنا عنده في الدار بالحاج مديوري وبوكر زايم الله يرحمه اسماعيل ديال فريق الوداد الزياره ديالو ليا انا لما تصابت بكسر مزدوج كاين واحد التصويره المنزل ديالي ويدق عليك فاذا بك تحل وكتشوف واحد ما كتسنى صحابك غيجوا عندك دريت الوداد وهذا فاذا به الحاج بن جلول الحاج بن جلول داخل عندك الدار بالجليبيه ديالو طربوش حمار داك طربوش حمار وكيفاش كيعنقك كتحس به باك وتحس به كل شيء هاتي واحد المنظر الله يرحمهم انا غير واحد سي عثمان بصراوي من الاحسن والله العظيم وحتى الاصدقاء اللي حيدوا هذا الشيء ديال التصنيفات عاوتاني هذا احسن وهذا احسن لا ما كل واحد الله يرضي عليك جا في المرحله ديالو الله يرضي عليكم راه قلنا هذاك النهار واحد الكتاب ديال التاريخ كل واحد كيجي يكتب فيه شي بركه في شي صفحه جوج وكيزيد وداك الشيء كيبقى مسجل سي منير هذا القرار ديال الحكام منطبق على الجميع الى ريال مدريد عبد الله وحنا نشوف واش الكابيتان ديال ريال مدريد ولا غيهضر بوحدو ولا غيكونوا معاه وقال لك حتى الفرق اللي عندهم حارس المرمى كابيتان خصهم يعينوا لاعب في وسط الملعب هو اللي يهضر مع الحكم لان ما يمكنش الحارس هو اللي تنقل من البوطو ديالو حتى لشي بلاصه من حتى لشي نقطه بعيده من الملعب. سي منير واش رسميا غيطبق العام هذا العام قرار البراج بين اخر اربع انديه في القسم الاول الاحترافي لا ماشي هذا العام السنه المقبله بين 13 و14 والثالث والرابع 13 و14 ديال القسم الاول مع 3 و4 ديال القسم الثاني. ناخذوا واحد الفاصل مستمعينا الكرام من بعد غادي نمشيو نواصلوا معكم الحديث. كاس العرش ندير واحد الاطلاله على مباريات اليوم اولمبيك تشيرا الجيش الملكي اولمبيك خريبكا المولوديه الوجديه. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على الشهاده ما فهمش اش هاد المحسوبيه وهاد الزبونيه قمه المحسوبيه. لا اللي قلت لك ديك النهار وقال لي سي هشام دقيق في 100% باغ شنو كنت كنقول اموني فكرني راه نسيت. لا فاش كان كيضحك وراه جاوب سابوتاج تحيه لي دايوخ راه سلم عليك بزاف. البارح كانت الجمعيه المغربيه للصحافه الرياضيه قامت البارح بالتكريم الاعلاميين الرياضيين في النسخه يعني العاشره. اي راه كان شكون كيديروا اختي نغنى مالك تشوفي دوك الشوفات زعما هذه من بين البارح بغيت ندير معاه انترفيو ما بغاش من حقه هذه المحسوبيه والسابونيه حتى مسكين الحاج رحال قال لي وادير مع السيده الانترفيو ما بغاش والوائر شنو طرى البارح البارح راه كله نكات وكله ضحك مع فخر الدين طلع هو رشيد متوكل مراد متوكل تحيه ليه الزميل جانا طلع في سيغسين وقال لهم راني هربت ما بغيتش نعاود نطلع سيغسين لانه كاين فخر الدين. الناس كيسولوا علاش كاين فخر الدين قال لي حيت لابس واحد لافيست هو فيما كيشوفو كيقول لي لابس ديك لافيست مالك وليتي غدا مع رحال. لا جيلي واحد جيلي كان دار واحد جيلي واحد النهار تحيه لله قال له بلاش بلا ما نطلع باش يقدم واحد النهار ودير واحد جيلي ديال سميتو انا نقول واش كتشتغل مع تحيه للزملاء هشام تكير راه تسلم عليك كيف ديما منير الحضور راه ماشي هو الاصل كما قالوا البارح كاملين هو ذاك اللقاء اللقاء شوف كلشي عبر على هذه القضيه هذه خصوصا بعد
الزملاء الصحفيين اللي صراحه شحال ما كتشوفهم تقريبا الناس اللي وصلت صافي لواحد الحد الادنى كيف كنقولوا حنا الناس تلاقات البارح وداك الشيء هذا هو شيء جميل بعد تكريم بعض العناصر من يعني من الجسم الصحفي اللي عطاو شيء الكثير يا معلقين يا هذا الناس اللي احنا كنعرفوهم واخا الجيل السابق كيبقى التكريم غير واحد شويه الاعتراف اما الخدمه اللي كانوا كيديروا دوك الناس اعترفوا بها اعترفوا بها مولي روح لك كنقول لك دائما هنا كنقول لك انا الدراري كيفاش كانوا هاد الناس كيفاش كانوا كيعلقوا على المباريات راه كان عنده الوصف وكانك تلفزيون لا خليه يسمع البصري لا هو كيهضر معاك حتى التلفزيون ما كانش كيدير المباريات سكي في انت هذاك السيد اللي كيعطيك المباراه هو اللي كيعطيك التقني ويعطيك ليماج وكيعطيك كورس هذا جانب انا كنهضر على دوك الصحفيين الاساتذه اللي في الصحافه المكتوبه في غياب تليفون بورتابل في غياب انترنت في غياب يمكن لا مواقع التواصل الاجتماعي لا والو كيفاش كانوا كيتصيفطوا الاخبار كيفاش الحمد لله دايوغ راه تم تكريم العابد السودي القرشي الاستاذ الكبير وبزاف ديال الاسماء اللي كانوا البارح يعني وتم التكريم ديالهم خالد ابو شكري بزاف ديال الاسماء دونك هاد الانسان هاد الناس اللي عطاو الشيء الكثير للصحافه لا السمعيه لا البصريه لا المكتوبه لا كلشي دونك تحيه ليهم كاملين دايوغ كانوا بزاف ديال الرياضيين منهم فخر الدين رجحي كان نيبت كان بصير كانت نوال متوكيل كان حسن ناضر كانوا بزاف ديال الاسماء اللي كانوا فتحيه ليهم كاملين لانه كاملين يعني هذا الجسم الصحفي فما يمكنش تتكلم على جسم صحفي وما تتكلمش على الجسم الرياضي وما تتكلمش على الفني بزاف الامور مزهى بدوان حتى هي كانت نوال متوكيل دونك تحيه ليهم كاملين دابا بغيتو تفكرونا بالالعاب الاولمبيه ثاني ورا داك الشيء علاش انا نحط لك دايوغ راه هذه السنه قال لك مشاركه تاريخيه للمغرب ان شاء الله 47 رياضي في 13 نوع رياضي مزيان 13 ولا 15 منير هذا هو انا حاسب 13 كتبقى هذا ما بين 13 ولا 15 شنو هو النقطه اللي خديتي انت ك لا اللي خداو اي شنو هي باش مشاركه تاريخيه بالعدد لا حول ولا منافسة كأس العرش اليوم مع الخمسة أولمبيك تشيرا الجيش الملكي مع الثمانية أولمبيك خريبكا المولودية الوجدية كنظن هضرنا على هاد المباريات من حيث كأس العرش والأهمية ديالها عند كل فريق ولكن في يوم المباراة ملي كتقرب المباراة واش كيبان لك ما عرفتش سيرتو فريق في القسم الثاني فريق في القسم الأول أولمبيك تشيرا الجيش الملكي وفريق اللي مرشح اللقب في القسم الأول واش كاين لو ديزيكيليبر ولا شوف تكلمنا على هذه المباراة بما في الكفاية وما زي غادي نزيدو نضيفو عليها واحد شوية تكلمنا بها مع منير الجواني تكلمنا على أولمبيك خريبكا والمولودية ونعرفين أيه وغادي نزيدو عاوتاني حتى هضرنا عليها وتا يمكن الجيش وتشيل أنا وياك قبل الجمعة على أي حنا ما غاديش نطولوا في هذه المباريات بجوج لأنه ما نكثروش حيت مباراة ديال ما كنعرفوهاش واش 90 ولا 120 ولا توصل لضربة ترجيحية أرايا نبداو بالمباراة الأولى ديال الجيش الملكي وتشيرا هذه مباراة اللي تكلمت عليها وعاود نزيد نقول داك الشيء اللي غادي نعاودو واش قادر تشيرا يدخل يلعب مع فريق الجيش الملكي بواحد الطلاقة كيف كنقولوا حنا وبواحد نقول حتى السخاوة يعني يلعب يقصر ما عندوش مشكل لعب مع بطل ديال النسخة الماضية مرشح الفوز ما بغيتش نقول لك عاوتاني مرشح لانه باقا ملعوبه فوالا باقا ملعوبه هي والرجاء مرشح مع هذا الى حطينا تشيرا وحطينا فريق جيش ملكي خدينا واحد القلم غدير جيش ملكي الى حيت القلم ولبسنا الصبابط ودخلنا للتيران العلم لله وجلسنا انا وياك في التيران انت داخل من هنا وانا داخل من هنا احنا لابسين جوج تونيات والحكم وسطنا العلم لله لا اظن على انك لا انت ولا انا غادي دير انتصار ليا ولا لك غادي طلبت انت وتقرا الفاتحه بحال نقرا انا وتمنى على انك انت تكون مزيان ويكونوا الدراري تاعهم مزيان غنلعب وانا غنلعب صافي كتبقى مساله ديال هذيك الفرقه كيفاش غادي تكون انا نهضروا على تشيرا انا عاود نقول لك الا قدر يدخل ويقصر مع راسو هذه المفردة اللي غادي نقدر نقول لك يدخل مع راسه ناشط يلعب الكره ديالو اللي كيلعب انا لا ما فارق الجيش الملكي شكون هو اللي عليه الضغط اكثر الجيش الملكي واللي غادي يخسر ودار عنوان كبير الجيش الملكي وفي حاله انتصار الجيش الملكي عادي
غيكون شي عنوان؟ لا الله يعطيك الصحه. اذا الهزيمه للجيشي راه تكون قاسيه بالعنوان ديالها وبهذا. اما وانتصار تشيرا هو اللي غادي يكون. انا اسمح لي نسولك كمدرب دوزتي مباريات بحال هكا، شنو هما لي ديطاي اللي داخل الماتش اللي كتقدر هذاك الصغير تخليه يزعم شويه ويتصرع على داك الكبير؟ هي انت ما دخلتيش في الماتش، هذه من مجرد كنقولها للدراري، كتقولها عندك، كنقولها بهذه اللغه، راه الا زعموا عليك وعرفوك بانك هذا ودخلك انت الشك تيقدروا حتى الكره. ما انا ما عمرني ما كنت كنثق فيها. واحد الكره زاويه جات في واحد الوقت من الامثله كثيره كثيره، ضربه جزاء، شي حاجه اللي كتكون طرد، شي حاجه ما كايناش، ما هضرتيش عليها انت في الطابلو، انت شي ملي درتي سبيتش ديالك مع اللعابه هما اللي كتسميهم لي سيناريو ديال الماتش، قلتي لهم دخل انت من هنا وانت هذا والدراري خصنا نلعبوها 4-4-2 ولا 4-5-1 ولا اللي مارت، انت كتشرح وكدير، ما عمرك ما كتحط في الحسبان ديالك السيناريوهات، السيناريوهات الاخرين ديال ضربه جزاء، طرد، شي حاجه اللي هي واحد الزاويه جات غير هكاك وضربها شي واحد بالراس دخلات وسير عاود جمع. انا عندك واحد اكزومبل، الماتش ديال الرجاء والحسنيه، انا خرجت بيت الحسنيه راه شويه حيت الرجاء واللعاب اللي كتوفر عليهم قدروا يرجعوا مباراه اخرى من غير الرجاء، شي فريق اخر كان يقدر يتعدى مع الحسنيه باش يرجع. عطاك واحد المثال اخر توقع العام اللي فات، شباب هو راه معنا هضرت بركان نيت تما مشوا معاهم حتى الاشواط الاضافيه، الاشواط الاضافيه عقلنا على هذا الماتش انا وياك تكلمنا عليه، سورتو هاد المقابلات ديال كاس العرش كيكون عندهم طعم خاص يعني للبطوله، حيت المباراه اللي كيقلبوا لك الماتش اللي فيها ما فيهاش الي روتور، ما فيهاش نقيطات، ما فيها واحد غادي يدور، واحد غيتكاليفا واحد. لا اولمبيك تشيرا الجيش الملكي في الخمسه، هضرنا عاوتاني ما فيه الكفايه على اولمبيك خريب بقاو المولوديه الوجديه، ما عرفتش انا كنعيا ما نبغي نعصر في هاد، ما عندك بغيتي تخرج منه شي ملخص؟ لا زعما بغيت تعطيه شي حاجه، حيت فريق في القسم الثاني بعد عليه الصعود غتبقى تبان ليه غير الكوب، قالها البحموني فريق في القسم الاول اللي معذب خصو يضمن البقاء، مازال خصو يضمن البقاء، واش عنده الامكانيات الذهنيه وداك الشيء باش يقدر واش كاين شي تحفيز وهذا الشيء كامل؟ دابا بحال منير البارح اعترف على انه المسيرين ديال خريبكا قالوا لهم الكوب كيحفزوا وكيديروا، واش المولوديه الوجديه نفس التحفيز وهذا الشيء كامل؟ والله اعلم عاوتاني واقع المباراه كيفاش غادي يكون، معاش بالعوب ديال الجيش الخمسه والاخر في الثمانيه مارك، لا التوقيت خمسه الثمانيه عرفت وهذا الشيء اللي كاين السيف خالد حنا ما خبينا عليك والو والله العظيم. سيمونير تاريخ كاس العرب ماشي ضد فيفا حميد يعقوبي، ايوا اصبر بلاتي الله لا هادشي اللي كاين دابا في القرار ديال دابا قالوا ما باقي بلاتي مازال كاين كنظن باقي قرارات اخرى عندها علاقه بكره القدم النسويه ايمن. بالفعل منير، فغادي تقام كاس العالم للانديه للسيدات، مسابقه اللي غادي تجرى كل ربعه ديال السنوات، نسخه اولى اللي غادي تكون ان شاء الله ما بين جونفي فيفري 2026. هذه غتعجب فخر الدين مشاركه هذوك الفرق ديال الشامبيونز ليغ اللي كيتفرج فيهم وي بمشاركه 24 فريق دونك، و كاينين بزاف ديال الامور اللي غادي يكونوا من هنا. كاين توزيع المقاعد ولا باقي؟ لا مازال ما دونك نفترضوا الكاف على الاقل غيكونوا ثلاثه المقاعد ولا اربعه من 24. اذا نفترضوا نديروا ذاك الحساب ديال الخشيبات ان الجيش الملكي ضمنيا غادي يكون ضمنيا غادي يكون حنا كنتمناو على حتى يعني حتى سبورتينغ حتى هو باش تكون سبورتينغ خاص الجيش الملكي يفوز بالشامبيونز ليغ والاقصائيات المغرب الشمال افريقيا العام الجاي يشارك فيها سبورتينغ الا احتل المركز الثاني في البطوله ولا الا دا البطوله. هادشي اللي كنتمناو حنا، بغينا يعني جوج ديال الفرق ان شاء الله علاش اللي يكونوا في هذه النسخه الاولى. ايدايوغ كاينين بزاف ديال البرامج قال لك التطوير الكره النسويه اللي غادي تكون ابتداء من 2027 اللي غادي يكونوا بزاف ديال التظاهرات بحال هكا. فخر الدين راه عاجبو هادشي ديال التطوير. تعليق لفخر الدين رجحي. نو كومنتس خلاو راه واهضر في الاول ما كيبغيش انا يكومونتي لي داكشي ديالي سبحان الله العظيم. لا ما تبعتيش من الاول. قال لك انفانتينو راه الهدف ديالو هو التطوير. طلع لي طلعت لي سخونيه ماكس كتو
الساعه الثانيه مستمعينا الكرام استوديوهات شاده اف ام فاصل ثم نعود. هذه المره عندي واحد البلاغ ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، بلاغ من الاداره التقنيه، غادي نقراه وبغيت فخر الدين يعطيني تعليق ديالو. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاده اف ام. سي منير اللي غادي تبرمج لي شي اهداء مع جوج ونص، نقول لك فين كنت غابر اخا سيدي نبرمج، ولكن جوج ونص ما عندناش، داز الوقت اخويا ديال الاهداء، الا ممكن غدا ان شاء الله مع جوج نبرمج لخويا. وشوف تا الغدا وقول لي فين كنتي غابر، الا كان شي عرض احترافي ولا شي حاجه مرحبا، ولا شي رئاسه ديال شي كلوب ولا شي حاجه مرحبا، كانت شي حاجه خاصه هذيك الساعه. بصي معايا علاشاني قوسي حيت انا لاسيستونت ديالك انت ولا شكون انا فين عمرني عينتك انا اسيستونت ديما معينني هاك كتكتب دابا على الناس لا ما عينتك خصك تكون شفافيه ولا ما بيناتنا الطاس انا اللي بغيت نسول فين هو الشيخ المدربين شتو خبر شيخ المدربين هو المدرب الجديد للنادي الافريقي التونسي خلفا ل مندير كبير اي هادشي عارفين وانا مندير كبير بعد ما خذا واحد السلخه نهار في الويكاند اللي داز مع اتحاد المنستير مع سعد جرده 4-0 من تما قالوا لي نعم هو بعدا شيخ المدربين راه ما كيعياش المهم الكليان ديالنا راه خدامين تما خدامين والله يعاونهم. سي منير البارح فاخر تفرقع على وداديه المدربين ما عرفتش اخويا ما اذا كان شي تصريح ولا شي حاجه دلني فين ما شفتش. السلام عليكم خويا منير، واش الجانب الفني المسرح عنده تاثير على طريقتك تسير البرنامج الشيء اللي خلاك تكون ايه بدون مجامله كتخلي بزز منه؟ والله سيدي ما بزنا على شي واحد شي حاسي حسن وهذا الشيء اللي قلت ضروري المسرح ضروري كيخليك تكون ديك العفويه وشويه، وملي كتلاقى مع شي كارثه بحال فخر الدين بحال هكا بز منك انك غتبقى غادي معاه عفوي، وملي كتلاقى مع كارثه اخرى بحال ايمان بز منك حتى غادي تكون معاه. فشكرا لك سي حسن جولي تحيه لك. الشهد ليوسي السرق جاء ساهم ويساهم في تطوير المنظومة الكروية بالمغرب، نتمنى أن تتوفر باقي مكونات اللعبة على الحد الأدنى من فكر السرقجع الكروي. شهد ليوسي ناخذ تعليقك من باب حسن النية وشكر مزيان، ولكن ما نعطوش عناوين أكبر. فوز القجع ساهم في تطوير واحد المجموعة ديال الجوانب باش بتسيره لسبل توفير الإمكانيات لهذه الجوانب، لأنه ملي كيجي عندك واحد الرئيس في واحد الحقبة للإمكانيات كاينة، كرة القدم النسوية، المنتخبات، الفوتسال، المنتخبات، القاعة ديال مركب محمد السادس، معسكرات، توفرت إمكانيات ولكن باش نهضروا على تطوير المنظومة الكروية في المغرب، المنظومة الكروية في المغرب ما فيهاش غير فوز القجع، فيها متدخلين آخرين واللي كيبان لي أنه يمكن فوز القجع ومن معه وصلوا لواحد الحد ديال خاص ناس اخرين حتى هما يتدخلوا لتطوير المنظومه. ان فوز القجع ما غاديش يتدخل في المسيرين ديال الانديه وطريقه التفكير ديالهم والعقليه ديالهم في تسيير الانديه، ما غاديش يتدخل في فتح باب الانخراط، سد باب الانخراط، منخرطين، الطوائف اللي كتولي في مجموعه ديال الانديه، ما غاديش يتدخل في هويه كل كلوب انه يدير مثلا فلسفه ديالو، ولا ما غاديش يتدخل في طريقه عمل بعض المدربين، وكاين مدربين اللي منفتحين على تجارب جديده وتطوير الامكانيات ديالهم، كاين شي مدربين اللي منغلقين، ما غاديش يتدخلوا في هذا الشيء. دونك ما نكبروش الموضوع، وملي كنقولوا منظومه كرويه في المغرب فهي مجموعه من المتدخلين بما فيها الجمهور وحنايا كاعلام وك احنا راه بعض المرات يمكن نصيب ونخطئ، كنكونوا غالطين في شي حوايج وكنكونوا بكل تواضع كنكونوا على حق في شي حوايج والله اعلم. سي منير راني واخا ما كنكتبش لكم كل يوم ولكن والله استمع لكم مباشره من العمل، سلم على الحاج العزيز فخر الدين حاج مبرور ان شاء الله ويدعي معنا ان شاء الله ومن لوكسمبورغ المانيا. الله يبارك فيك خويا نادير من اوكسبورغ نادير من اوكسبورغ في المانيا. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله الأخ منير تحياتي، نتمنى ويديروا الناس السوبر المغربي بين فريق فاز بالبطولة وفريق فاز بكأس العرش وكل عام يديروا نتمناو. أول حاجة بعدا باش يكون عندك سوبر زوين، برمجة كأس العرش في الموسم ديالها في التوقيت ديالها برمجة زوينة والله العظيم، أنا أمنيتي بعدا أنا فخر الدين حتى هو ملي بدا يتبع الماتشات ديال البطولة يعرف راه كاين واحد الأسبوع فيه تصيمنا ما عندناش البطولة كاين الكوب وبقى غاديين
من الادوار. نهايه الموسم كنتسناو شكون اللي غيكون بطل وغنتسناو شكون اللي غيكون بطل الكاس. ومع بدايه الموسم الافتتاح مثلا ولا في عيد الاستقلال 18 نوفمبر السوبر المغربي بين البطل والوصيف، كاين عاوتاني ديك الكاس اللي يحتفل بها داك اللي غادي يفوز باللقب. وغادا قبل ما نفكروا عاوتاني في كاس العصبه الاحترافيه ولا شي حاجه بحال من هذا القبيل. سي فخر الدين كنظن على علم وحنا كنهضروا شحال هذه على مجموعه من المدربين اللي داروا مبادرات لتاسيس بعض الهياكل بحال هكا خدمه للمدرب المغربي. هضرنا على النقابه، المشروع ديال النقابه اللي فيه انت سي يومير واحد العدد ديال الاطر، هضرنا على اسباب النزول ديال هذا الهيكل هذا وشنو المراد منه. في وقت سابق خرج الدكتور حسن حرمت الله توا بواحد المبادره مع مجموعه من المدربين، قال لك غادي تكون واحد الجمعيه خاصه بالمدربين المغاربه لتوزيع ماشي توزيع العلم، للمساهمه في تقديم دروس للمدربين في كل التخصصات مثلا التدريب الفوطا 11 الفوتسال وبالمجان بالنسبه للراغبين. ومع العلم ان هذه المساله هذه قال لك توزيع العلم نهائيا لا يقدر زعما ماشي. انا كنقول مزيان الا كانوا مدربين بحال هكا بدل انك ما غادي تبقى انا مثلا كمدرب ولا انت نمشي نبقى نقول في شي قنت ونقول راه الواقع ديال الكره كذا كذا، كندير شي مبادره باش نساهم انا في وعجبتني ديك المبادره اللي داروا دوك الناس ديال غيمشيو عند المدربين ديال فرق الاحياء فورماسيون دوك المدربين الدراري اللي خدامين في ليزاكاديمي دي ستاج كل واحد من الخبره ديالو اللي جاب كي الهوات مزيان كتساهم. انا افاجئ بواحد البلاغ نشرته الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم في الموقع ديالها، هو البلاغ تنشر نهار 2 باللغه الفرنسيه ما نشروش بالعربيه حيت اللي غادي يفهموه هما اللي كيهضروا اون فرونسي. وجاني ذاك البلاغ يا ربي تسمح لي وكانه موجه لشخص معين ولا لجهه معينه. لا فيدراسيون سيدي كتقول لك في هذاك البلاغ انه يمنع على اي جهه كيف ما بغات تكون ولا شي مدرب كيف ما بغى يكون انه يدير دي ستاج دو فورماسيون، وان الوحيد المخ هو اللي يدير لا فورماسيون في المغرب هو الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. انا قريت البلاغ عرف من موجه هو قال لك اسيدي لو بول فورماسيون دو لا ديريكسيون تكنيك ناسيونال اتير لاتونسيون دي زونترينور اي دي زيدوكاتور دو فوتبول انسي كو توت بيرسون انتريسي بار لي فورماسيون دون سو دومين ديسبونسي او ماروك سور سو كي سوي فورماسيون نون اوتوريزي اي كونسيكونس ليغال. اي لي امبيراتيف دو رابلي كو سول لا فيدراسيون رويال ماروكان دو فوتبول لا اف ار ام اف لا كونفيدراسيون افريكان دو فوتبول دخلوا حتى الكاف حتى هي اي لا فيدراسيون انترناسيونال دو فوتبول اسوسيشن فيفا سون ابيليتي à décerner des diplômes et des certifications officielles en matière de coaching de football. Toute formation payante organisée par une association ou un particulier est sanctionnée par un certificat ou diplôme non officiel sera considérée comme frauduleuse. Quel est le cas de l'autre ? Je vais dire que c'est quoi ? Je vais dire que c'est le cas de l'autre. Normalement, انت ما غاديش تعطي دي ديبلوم. لا ما تعطيش. اصلا لي انا عارف اش كاين. هاد الجمعية اللي هضر عليها السي حرمة الله لا اظن انها تعطي هذه مبادرة شخصية. شخصية ديال واحد المجموعة من الناس بغاو يديروها. انا في النظر ديالي كان على حرمة الله ولا المجموعة يكون عندهم اتصال من الجامعة الملكية المغربية على رأسها فوزي القجع. كنقدر ندير واحد الكليسه ونشرح حتى كاع الا ما قدرتش هذا كنشوف لو ديريكتور تكنيك ولا هذا وكنقول احنا جو سوي حرمة الله وحنا وني دي زونسيان ولا هذا دي زونترينور ولا هذا وراه حنا ما باغيين والو راه ما غاديش نفرقوا لا لي ديبلوم ما غيكون عندنا حتى شي امباكت على هذاك المدرب على حنا غادي كنكونوه ولا انا حنا غادي غير نمشيو نعاونوه نقدر انا نمشي ونعاون واحد المدرب الهوات اللي باقي ما عندوش السي ولا ما عندوش شي حاجه بحال هكا غدا بعد غدا لا تقدم وبغى يدير تا هو لي ديبلوم يكون مهيئ. دازو عندي واحد ناس اللي كتقول حرمة الله راه تا هو تبارك الله راه مكون قادر يعطي هذا هو دابا هنا
هذا هو الغلط اللي وقع، حيت انا كجامعه وعاد الناس اللي كاين خدامين تما بلا ما نسميهم اللي كاينين تما، اون فوا غنسمع انا هاد البادره هادي اللي تقدر يكون عندها اشعاع، حيت هي غيكون عندها اشعاع. علاش؟ لان داك التنقل ديالهم والمحاضرات ديالهم غيبقاو يديروا غادي يكون عنده اشعاع، رغم انهم ما كيعطيو لا ديبلوم لا والو، ولكن كانت تقدر تكون من المباركه ديال لا فيدراسيون. ونشرح لذوك لا فيدراسيون انه بحال دابا كتهضر على الجمعيه اللي حنا فيها دابا ديال النقابه، هذه النقابه هذيك غادي غيكون فيها يعني لا بد ما غادي تكون الجامعه، لا بد، لا حيت ديك الساعه النقابه غتكون طرف، لا بد هي راه غتكون طرف الجامعه فهذا، وغتكون جلسه وغادي يكون فهمتي تشاور. وانا مثلا ايمان مدربه عندي انا كرئيس فسخت العقد ولا ما عرفتش المطالبه بالحقوق، انتم كجهه اللي غتطالبوا بالحقوق عند لا فيدراسيون، غادي تكون جلسه معاهم باش لا باش كيكون هنا باش كيبين لك بانه راه ماشي كنجي انا لراسي وكندير داكشي اللي بغيت انا غير هاد مثلا. ميران كتعرف هاد لي زاكاديمي اللي كاينين دابا؟ اي عرفت الدراري كاين بزاف. شحال من مدرب بخير تطوعا كيمشي لعند دوك لي زاكاديمي عند دوك الدراري كيدير لهم واحد اليوم فورماسيون دي زونترينور. بزاف ديال المدربين هادو المغاربه اللي بسمياتهم وجالسين واحد جوج بعدا على الاقل هما اللي كيتحركوا في هذا الباب، كيمشيو كيجمعوا دوك لي جون لا فورماسيون مثلا ها بلا شهاده بلا ديبلوم بلا حتى شي حاجه. واش لا فيدراسيون كان يعني واش كان خاصة تصدر بالك بحال هكا؟ بغيت ديرها باش توضح. راه واضح الامور. لا اسمح لي يا منير اسمح لي، ما عمرك ما دير تسبق الاحداث، كنقدر نجي ندير لك واحد سيمانه ولا جو سي با ونوريك وندير لك ونقول لك راك عندك ونخلي هذاك الوليد ولا هذا حقا راه ما عطاوناش الدبلوم راه ما داروش معنا راه هذا. اتونسي يا منير. لا الدبلوم جا وحده اللي كتعطيه. شوف هتصنتي هتصنتي راه كتقرا. راه حيت باينه. كتقرا الخبر، شوف كتقرا انت الخبر. النية ديال واحد المجموعة كيفاش باغيين يخدموا، والنية ديال ذاك المتلقي أكيد بزاف. نعطيك واحد المثال راه كان داز في المغرب على أعلى مستوى، في الوقت اللي كان محمد القحس كاتب الدولة الشباب في واحد الوقت، كانت دارت واحد المبادرة ديال الجامعات الشعبية اللي عقلت عليها 2005 2006، شنو هذه المبادرة؟ كاع دور الشباب والقاعات ديالهم كيجوا أساتذة جامعيين متطوعين كيعطيهم دروس كيعطيو دروس في كاع المجالات والتخصصات، كاين واحد البلانينغ بغيتي التاريخ بغيتي الأدب العربي اللي بغيتي وكيجيو الناس كيدخل أي واحد كيحضر كأنه حضر المحاضرة. هذه راه ما فيهاش شي حاجة كثيرة يسير فيها أنه المسؤول على هذه المبادرة هذه يكون عنده واحد جلسة ولا اتصال والأمور غادي تمشي في الاتجاه الصحيح، لأن ما فيهاش شي حاجة صعيبة غير مبادرة. أنا ما أطلب منك حتى شي حاجة، ما طالبش منك إعانة، ما طالبش منك تعطيني قاعات، ما طالب والو، حنا غادي نمشيو ونتكلفوا بهذوك الدراري فهمتي. وعلى ذكر حسن حرمة الله راه عطاني وعد أنه غادي يكون معنا إن شاء الله في حلقة من الحلقات. حسن موجود يمكن يكون معنا حتى غدا إن شاء الله للحديث على واحد الموضوع مهم ديال المراكز الجهوية ومدراء مراكز التكوين، وبما أن البروفيل ديالو هو مدير مركز التكوين حسب ما هو مكون فيه، فانا بغيت ناخذ توضيحات من عنده شنو هما الاشياء اللي خاص الجامعه الملكيه المغربيه او الاداره التقنيه الوطنيه في هذا الجانب ديال المراكز الجهويه اللي ممكن يمشوا فيه لتكوين اللاعبين اولا. فاصل مستمعينا الكرام ثم نعود، و 05 22 36 05 36 ورقم الهاتفي للتواصل معنا بدايه من هذه اللحظه. مرحبا بكم، انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاد اف ام 05 22 36 05 36 الرقم الهاتفي للتواصل. ومعنا شكون؟ تفضل السي معك كمال. كمال الكوكبي ولا شي كمال اخر؟ كمال الالماني. الالماني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام اخو منير. كي داير با كمال؟ كلشي بخير. الله يكرمك اخو منير، الله يبارك فيك اخويا، كي تجي انت؟ الله سيدي الا الحامدين الشاكرين. الله يحفظك ولد الرضا، الله يحفظك مرجي الوليد. لا ايمان. خويا كمال لاباس عليك؟ جير اختي بخير. الحمد لله الله يبارك فيك والله الا بخير. لا ايمان الله يبارك فيك اختي. علي شاي لك اختي ايمان، راه سرت عليك. يلا سير. اختي واخر التاج. نعم. جير اخويا بخير. الله يكثر خيرك، بارك الله فيك. الله يكثر فخر التاج، الله يبارك فيك اخويا. مرحبا بك. اخويا فخر التاج. مرحبا بك. اختي منير واحد ثلاث نقطات الله يكرمك اخو منير. هي نتيجة الفوز هذه ثلاثة النقط. أيه اخويا منير دابا غير. سير اخويا سير. انا اخويا منير كنا لاعبين. سبت اللي نال اثنين ما باقيش هنا عاطل الكوكب هاجي يا خويا
هاد الناس البرمجه راه خصهم يراعيو واحد شويه السيمونين. اش بغا يراعيو؟ راه كانوا مبرمجين الماتش نهار السبت. راه ارتاحوا له نهار الاثنين. ونهار الاثنين السيمونين مع الخمسه راه يراعيو الناس. هاد الناس اللي تيبرمجوا يراعيو مع الخمسه. راه بغيتي تخرج انت وتبيض في هذيك الحراره. الخمسه هي الربعه، هي الربعه القديمه. احنا انا تنمشي بالقديمه بعدا باش تعرف واحد القاجيه راه هي اللي عندي في تليفوني. وعندك راه الماتش عندك في الربعه. والسيمونين دابا راه الناس كيلبوا يهرب من الخدمه، كيلبوا يهربوا المدرسه السيمونين. والله من الاثنين مع الخمسه راه الحماقه السيمونين هذا. وزعما ماتش نهار كناس وبينا نتفرجوا فيه وبينا الجمهور يحضر. حنا راه ما بينا هدايا، حنا راه بينا نلعبوا السيمونين الكرة برجلينا وخنفوتين. دابا لما كتقول هاد الهضرة سي كمال والله يهديك السي راه مسكين منير قالك حنا ما عطينا هادي راه الغلط ديال المدافعين. انا راه ما قلت ولا السيمونين. لا لا قلتي 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 سير كمل توكل على الله توكل على الله. انا راه عرفت ما ندوزهاش عليك. لا لا وغازيد زيد توكل على الله ودي السي كمال. زيد اخويا منير تنهنوا بعدا الاتفاق حتى هي لا ماشي يجي. علاش كتهنيها؟ تنهنى بعدا على الفوز هاد السي فخر الدين. فاز فاز. اه. هي السي فخر الدين باش هادوك الخزاين تاعو العرس اللي تيتسنى اللي تيتسنى بوي ديال العرس الا طاحت الاتفاق هاد السي فخر الدين. بغاو يرجعوها. والله ما كذبت عليك اخو فخر الدين. عرفت اش تنقول لك هاد السي فخر الدين. عرفت عرفت. راه غير الشريف بوحدو هو اللي مضارب مع هاديك الفرقه وشي ناس متعاطفين معانا يعطيوه يحقو. هاديك الفرقة اعطيوها حقها، تقبض حتى هي داك الشيء اللي تستحقو الجامعة تعطيها الكار، وراه هذاك الشريع اللي جاي من داك الدويوير في المحامي تيوريهم النتيجة. اه. ايوا هادشي اللي عطى الله اخويا منير. السي منير. السي كمال. ودابا لالا إيمان راه دابا اللعابة اللي مبروك عليكم بعدا. أكلتها. اه؟ لا بعدا المنتخب هو الأولى لالا إيمان. يلا سير. هاديك الدريه اللي تاتير 18 سميتها وافا هاديك هي الكويريه عند لالا اللائمه. اييه. لا شفتيهاش مولا الراسه. اييه. هاديك هاديك بوحده تبارك الله عرفتي شحال من وحده اللي. هاديك وهاديك وهاديك الدريه اللي تتلعب فرانكفورت. اييه. هاديك حتى هي كويريه هاديك البنت وكاينه وحده سميتها رميصه والله. رميصه هي هاديك هي هاديك. اييه. اللي ماركه البيت الاول شفتها. اييه الله يرضي عليك. وراه بوب راه تات الكاس. اه مبروك يلا بغيت نقولها لي. وراه ماتش لالا ايمان هذاك واحد الماتش راه كانت فيه حرب وسط الميدان والتنشيط كانت فيه ولكن راه هاتي بوب شنو هي كانت خدمتها بوب في هذاك الماتش. رماوها اليسر وقالوا لي هات قابلي الله ما نقوينين هاجيك مولات الضفيره اللي تتشيل فقصات مولات الضفيره فقصاتها. هاجيك ما خلاوهمش يتحركوا من تما ودخلي الحريفيه كلاو لي هاجيك هاجيك سطانواي يا استاذ رازين ودخل واحد الربعات الحريفيه في هاجيك بولزبورغ وراه تفرجنا في الكوره وتنتمنى الله حتى حنا الاذاعات جاونا عيدو ينقلو حتى حنا البطوله النسويه. عيدو الاذاعات الخاصه حتى هما ينقلو ولا لا السي منير؟ اخويا انا هذا الموضوع كبار. بغيتي تشوف ولكن تخص دابا الا بغيتي بحال هذا الماتشات راه خاصك شحال غادي تلقى ماتش ديال البطوله ولكن راه ما غاديش تمحن هذا هو المشكل اخويا كمال. اخويا فخر الدين. اه. كاين ايقاع اخو فخر الدين كاين دابا فين الايقاع كاين وهذوك انا دابا شفت هي كاينه دابا ديزا اولمبيك ليون باريس سان جيرمان الفينال تاهما ديال لاكوب دو فرانس. لاكوب دو فرانس هادو تاهما ملي كتشوفهم لاعبين ذاك النهار كتشوف حنا باقي شويه. شفتي السي فخر الدين واخا شوف بنت ولا دري عندهم هما في كره القدم تيبان لك واحد الشيء كمال مكون ورا ماشي وليد الله يرضي عليك راه ماشي وليد الصدفه راه الناس خدامين شحال هادي انت دابا هذا المشروع اللي انت فيه راه جديد عليك. اه باقي جداد والله يرضي عليك شوف حنا شوف حنا باقي جداد وتا هاد البنيات اللي عندك في الانديه يوصلوا انت انا كنت كنسمع المحترفات وكانوا كيشتكيو كيقول لك حنا ما كناخذوش بحال الدراري هادو ديال اوروبا
وديال العالم، فما بالك بالكره النسويه اللي كاينه هنايا؟ راه كاين مثلا كاين ديزيكيب دريريات راه على قد الحال، داك الشيء راه بلا ما نعاود لك. اه سي فخر راه النيفو لا بغيتي يتهز راه خصك شحال ودابا راه شحال سي فخر التين وعرفتي هذوك اخويا فخر التين عرفتي راه تيربحوا الفلوس كثير اخويا فخر التين. اه واشوف عندهم مستشارين وعندهم الله يرضي عليك كل واحد شاد خدمته عندهم ناس اخويا فخر التين تيتخلصوا مزيان. انت حنا حنا وي كمل وكمال بلاتي بعدا بلاتي وولزبورغ مسكينه مالها مع البايرن. لا دابا شوفي فولسبورغ انا راه فولسبورغ هي اللي عزيزه عليا الكره النسويه بعدا فاش تعرفي واحد القاجيه غير هو راه دابا راه بغا يمشيو ليهم كاع اللعابات فين غيمشيو ليهم العقود كاينين واحد جوج بغا يمشيو لبارسا هذيك باجور سعود البولنديه وبراند بغا يمشيو لبارسا وبيرضوا في باتجيل الباير والباير تتفاوض مع بوب بيجيبوها حتى هي والله ما بغاوش يجددوا معاهم بزاف جاو اللعابات. دابا حيت انت دابا زاد في الميزانيه زاد في الميزانيه تاع الفرقه ديال البنات زادهم في الميزانيه ولاو دابا يقدروا يجيبوا لعابات اللي جاو للمنتخب. واخويا اخويا مدير اخويا كمال ابي نقتناك اخويا اللي عند الباير عاوتاني راه كاين لاف انا اخويا مدير لاف ديال هونيس ديال هونيس دابا حتى مدرب ما بغى يجي ليه راه مشاو عند فليك. واش قال اش قال ليه هوني دابا هو كلشي ولا عايق به وتيقلب على مدرب يضرب به هذا العام هذا ويصيفطو في حاله ويجيب كلوب. هاد الخطه ولات مكشوفه عنده قلت معايا عند فليك قال ليه عام ونص هو يقول ليه لا قال ليه انا الا بغيت تشير معايا مشروع قال ليه انا ماشي بغيت ترفي عام وبغيت ترميني قال عليه فوجو واحد القاجي يا خو مولير واحد البلاطو كنت نطلي ساخين كان في ميمي تشول محمد شول انت على اللائمه كانوا تيهضروا على زيدان هو يقول ليه ميمي تشول قال له هذاك امان قال لي زيدان خواف ما يقدرش يدرب قال لي حيت هو عارف فين كان تيدرب وعارف كيفاش تا هذوك العصبات دابا اش بغيتي تقول دابا؟ على السيمونيل على نتمنى يرضوا ركبون زر انا اشوف كمال كمال هاد السي احمد بغى يلعب كبير بغى يهضر على على زيدان على ريال مدريد ساهله تريني بها ادوي تسلط ليا تسلط ليا واش ريال مدريد واش ريال مدريد ساهل تريني بها؟ لا ما سهلاش لا بلاتي واش سهلة تلبس العشرة وتلعب في جيفونتيس وتلعب في ريال سميتو وتلعب في ليكيب دو فرانس لا راه وي ولا ملي كتقول شوف راه الخواف ملي كيقول لك هو خواف هذا اللي كيهضر عليه هو خواف راه الخواف تيكون في كورتو بعدا ديجا خواف ما 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 ما, ما, ما عندوش لا زيدان راه كان في واحد المباراة دابا خيرية تقول ما عرفتش شتيها دابا حنا ما تنهضروش لا دابا حيت هو كورتو وي اخويا راه كاين كاين اخوا التظلم تاع الحكام السي فخر فين عاوتاني كاين التظلم اخوا فخر في المانيا في هذاك الماتش في هذاك الماتش اخوا فخر مع الريال صافي هضرتي عليه ذاك النهار سي كمال خلي اشوف ودير خير في هذوك الناس اللي موراك راه كيتسناو يلا اجمع يلا ما خرجتي نعم وراه نسيت دابا قلت لك واحد النويطه راه هذوك دورتموند راه جا عندهم رئيس الجماعه ولهم دابا يجي لهم واحد المنحه الا تتاو العصبه راه هي اللي دارت باريس سان جيرمان خسر الله يعاونك الله يعاونك الله يحييك كمان الله يسهل عليك شويه بشويه رجع لي عاوتاني الحاكم هضرنا على هذا الشيء عقلتي باش تصوب باقي مفقوس مشى عند السي كمال سميتو ولا شاكر المحمدية شاكر من المحمدية مرحبا سي شاكر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا سي شاكر الله يحفظك اخويا سي منير سي فخر الدين كي داير سي شاكر إيمان الله يحفظك سي شاكر الله يحفظكم سيمونيا سمعت واحد المقطع من واحد المداخله ديك هضرت على السرقجه وكنت باغي نهضر ديك النهار على ديك الخرجه الاعلاميه ديالو مع ذاك الصحفي المصري اييه انا كيبان لي القجع كيدير واحد
عرفتوش ديجا عندك شي فكره على القضيه واحد كيتسمى لا لوا دو باريتو عرفتوش ديجا سمعتي هاد لا لوا دو باريتو كيقول لك ولا كيقولوا ليه لا لوا دو 20 سور 80 يعني هذا باريتو هذا كيقول لك بان واحد 20% ديال السكان ديال الطاليان في القرن التاسع عشر هما اللي كانوا كيكريو لا ريشيف ديال هذيك 80 ديال الايطالي كامله يعني 20% كيغطيو على هذيك 80% هذه الخطه هذه يمكن هذا هو القانون اللي كيطبق القجع ملي كيتهلا ولا كيعطي واحد الاهميه وكيبان في الصوره ديال المنتخب الاول منتخب الصالات والكره النسويه المنتخب الاول ديال الفتيات من هادو كيركز عليهم هو ثلاثه وديما كتلقى حاضر فيهم وهذه بار كونتر ملي كتجي البطوله ديالنا كتلقى مهمشه ما مسوقينش ليها وبالدليل ماشي زعما هكا نهضر هكا ولا يعني ملي كتجي تشوف انت فراقي كبار كتجي كتسد لهم تيران هما كتقول شتا فوقاش غيعطيوهم مثلا غادي يعطيوهم بلاتي راه ماشي الجامعه اللي جات سدات التيرانات حتى عاوتاني الامور في السياق ديالها طرف ولكن راه واش هاد الانديه ما عندها رؤساء ما عندها مسيرين؟ لا وراه راه شنو كان انا جايك هذيك هذيك ديال هذيك الرؤساء وهذه راه باينه حيت كي يقول هذاك فوق طاقه شي كذا ولا خرج واحد العام خرج واحد قال لهم انا ضد ازدواجيه المهام راه بوحدو اللي صوت ضد ازدواجيه المهام راه واحد يلا الرجاء ولشي زياد راك شتي الاخرين راه كيقولوا امين انا عندهم كما قال هذاك كما تيقول المثل ما عند الميز ما يدير قدام غسالو واخا واخا ندوز لك النقطة الثانية هما ما عوضوهمش يعني الفرق دابا لحد الآن كيعانيو أنا كيبان لي كل الوداد كون مثلا بقات دونور أو لا يعني شافوا لها شي أنا كيبان لي زعما مراكش هو التيران ديال مراكش هو اللي قطع بالنسبة للوداد الرجاء هما دابا كيقلبوا ديك المرة في الأول العام تيقلبوا مشاو جديدة جراو عليهم شاو البرشيد مره يقولوا لهم نعطيوكم مره يسدوا لهم مره الوداد اوروزمو عندهم واحد المشجع في المحمديه راه حل لهم تيران اما راه صعيب باش تلقى تيران كيدخل ثلاثه الفراقي في كتلقى جوج فراقي داخلين في السيمانه يعني ويكاند كيدخلوا جوج فراقي ويكاند كتدخل فرقه يعني راه كون ما كانش عندهم هذاك المشجع ديالهم هنا في المحمديه ما كانوش راه دوزتي على المره الاولى وقلنا ما كاين مشكل سير ملي غتعاودها ثاني غنبدا الا دازت في السياق دازت في الجمله المفيده قلنا ما كاين مشكل دازت غتعاودها ثاني غتولي ما يبقاش سوء التقدير غيولي سوء النيه مقصوده مقصوده غادي نقصوها شاكير سي شاكير لا سي فخر استا كتجي تدوي تلعب معنا لا ولا لا اش كتعيط دابا كتعيط كتعرف من معيط ولا كتعيط وكتبغي سميتو لا 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 انا نقول لك القضيه اي باس تبغي دوزو راه ما حنا عارفين لا ولكن هذه بلا حنا قايدي كتقول هذا حتى شغلو هذاك حتى انت يشجع ولا يدير هضر معايا في الواقع شوف ارى لي الواقع راه داك الشيء اللي جايك الواقع هو اللي بغيت انا نسمع ما هذاش الشجاع هادو ولا يدير لهادو داك الشيء ما لا هذاك الشيء شغلوا حنا ما نحققوا هذا ارى لي الواقع اعطيني الواقع اللي كنعيشوه الواقع اخر هو انك ملي كتجي العصبه الاحترافيه وكتعطيها لواحد مع احتراماتي النيفو نيفو لا علاقه سيد الله يرحم والديك الله يرحم والديك احكام القيمه شوف لا كنهضر على العصبه في 2014 ثمانية عصبه في 2014 2015 انا كنهضرش دابا زيد انت باغي تطور الكره القدم المغربيه ما يمكنش غادي تجي تعطيها تزكي ما عطاها لي حتى شي واحد راه انتو خيبه راني عارف انت خابات ولكن كتكون ذكيه راه حنا عارفين زعما داكشي كيفاش راه باينه زعما راه باش ما نهضروش بلغه الخشب كما تيقول هذا باينه ملي كتجي كتزكي واحد اللي ما عندوش سميتو ساليتي القطط ديالك باش نعطيك لا تخليني مرحبا بك اسي شاكر نكملها من القطعه الاخرى يلاه زيد هذا اللي شد العصبه
وهو ما عنده حتى شهادات على الكره تطور. علاش؟ علاش؟ انا نقول لك علاش. ملي كتشوف انت ملي كتشوف مثلا الاتحاد المصري او الاسباني بعدا يعني كيمشي وكيقلبوا مثلا في الخليج وكيقلبوا انهم يديروا دي ماتش في الاخر باش يهزوا المستوى ديال البطوله ديالهم او يقلبوا التسويق ديال البطوله ديالنا. اجيو كنا كانت كانت واحد الاذاعه واحد القناه كتنقل قناه عالميه كتنقل البطوله ديالنا راه تحيدت راه مشات فحالها. احنا خاصنا نطوروا يعني ماشي نرجعوا للور. انت كنتي كتنقل وكتشري النقل ديال كتبيع النقل ديال الماتشات ديالك ديال البطوله واحد النهار رجعنا للور ولينا كنقلوا اذا في قناه وحده وبلا وراك عارف لا سيتيون كيفاش داير. ثاني حاجه نمشي نقلب على مستشارين اللي غادي يحتضنوا لي البطوله ديالي البطوله ديالي نطورها ويستافدوا تستافد الجامعه ماديا ويستافدوا الفرق. نلعب سوبر مغربي نلعبوا في الامارات ولا السعوديه ندير لهم الا ديتي على الراجل الوداد. شنو المشروع اللي كتكلم عليه سي شاكير؟ انا اقتراح هذا لا هو مشروع هو مشروع في حد ذاته نقدروا نسميوه مشروع. انت اقتراح مشروع اولا الشيخ القاضي اللي كتكلم عليها هو ماشي مسؤوليه ديال واحد مسؤوليه ديال رؤساء ديال الفرق. انت ملي كتبغي تقول لي قناه عالميه بغات تجي تنقل لك ماتشات فهمتي انت مؤخرا الاحداث اللي عشناها صعيبه وخايبه انا ما نقدرش نتقبلها. ملي كتبغي تشوف فرقه انت فارق داخل كيسخن قريب والماتش بقى تي ساعات المكان وفارق الاخر باقي ما بانش. تصور معايا هذاك المباراه منقوله عالميا وهذاك المعلق الاجنبي اللي هو ما غيكونش هذا وتيقول في انتظار ولا ما واش الاردني والسوري والكويتي والسعودي والاماراتي غادي يقدر يعرف زعما حالك انت وانا بان راه سي فخر الدين هذه النقطه اللي جايه لك جايك ليها انت باقي جاي ترى خمس ايام وانت معنا تقول لي باقي جاي باقي جاي سي شاكر تصلي علي تصلي سي شاكر ونقول انت كتقول لنا القيطره درتي غراف ديال القاطر. لا والله الا كنت باغي نهضر على هذه النقطه انا عطيتك انا سبقتك انا سبقتك ونرجع معك واحد القضيه لا ولا ديال فوزي القجع فاش هضرتي مع منير وقلتي لي بانه الاهتمام. انا نقول لك راه ما سمعتي منير في التدخل ديالو الاول القجع راه ما عندوش السلطه على انه يمشي عند حنا كنا كنتمناو لا كنا كنتمناو على انه تكون والله ما كرهناها تكون عنده سلطه ويهبط يهضر مع الرؤساء ويزيد في اليونيفو ديال الفراقيه ونشوفوا نشوفوا النظام ونشوفوا كل فرقه تاخذ داك الشيء اللي كتستاهل واللعابه ما نجيبش معايا 14 15 ولي ليتيج ما كرهناش ولكن هو بحكم الديمقراطيه ولا الحريه ولا هذا ما عندوش حق غادي يجي يقول لواحد الفرقه يفرض عليها. هو الاهتمام ديالو هو وحتى الصلاحيات راه ما يقدرش يخليها الجامعه الملكيه المغربيه فهمتيني. وهذه القضيه ديال الملاعب راه انت غتشاطرنا سي شاكر هذا مشروع ديال الدوله لان انت مقبل على 25 ومقبل على كاس العالم يعني انت لا وداد ولا رجاء حاجه وحده اللي نقدروا نتكلموا عليها انا وياك وكنا كنقولوها دائما وما عرفتش كنت كتسمعني ولا كنا كنتمناو الوداد والرجاء يكون عندهم ملعب ديالهم عرفتي شحال ديال الفلوس دوزو هاد الفراقي هادو راه كتسمى انت ملي كتنوض وكتقول انا عالمي ما معنى عالمي؟ كتبقى جمعيه رياضيه سلطية ملي كتقول عالمي عالمي بلي ماكازان ديالك بالبيع والشراء ديالك ديال التونيات بكل شيء المعالق الفورشيطات الطباصل كيكونوا عندك مكتوبه لامارك لامارك ديالك كتسوى بمليار ما عندكش ملعب ما عندكش ملعب ما عندكش غدا هذوك الملاعب دابا اللي كيدربوا فيهم اتونسيون واش عمرك كتمشي تما دابا شتي السكان دابا كيفاش ولات الدنيا واش تيكروا انت السي شاكر زعما انا كنظن ما تنظنش هذاك الشيء يبقى تما غادا في ديك الطريق اللي بغيتي تقولها سي فخر الدين فهمتك منين خرجوك الاكاديمي برا وهو مثلا الون الناس وين الناس راهم خرجهم تما برا دونك راه داينه واحد الوقت وهذا الشيء اللي سمعتي ليا سي شاكير هذا الشيء راه عندهم المسؤوليه الاكثر والاكبر رؤساء الانديه والناس اللي خدامين في الانديه. ملي كتكلم على فريق الوداد الرياضي اللي 8 سنين و9 سنين وهو يعني في اوج العطاء ديالو في لي فينال في دي دومي فينال في اللي بغيتي. مي كتكلم على فريق الرجاء الرياضي فينال ديال كاس الانديه اللي كاس العالم ديال الانديه اللي كان يقدر يروج السميه ديالو ويدير الماركتينغ ديالو بالسميه ويروج لي تيشيرت ويروج ويدير عليها يعني ملاعب بزاف الامور. دونك الجامعه عندها واحد اليد ولكن حتى رؤساء ديال الانديه راه هما خصنا نشدوا عليهم بزاف لانه كيفاش انت عندك سميه ديال وداد ورجاء وما قادرش تدخل واحد المدخول اللي كبير جدا غير
باش غير تخصص غير الفلوس ديال هذاك اللاعبين اللي غتخلص بهم ولي ريكروتمون اللي خاصك ديرهم عالميا لانكم جوج ديال السميات دي ريفيرونس في البلاد. زعما دابا غير باش نكونوا دابا هاد الفراقي هادو واش كياخذوا شي فلوس من الجامعه ياك منحه ديال النقل التلفزيوني منحات وهذه منحه ديال النقل منحه ديال الجامعه كتعطي مالك شي ديالها لمجلس المدينه هذا مال عام ياك خاص تكون واحد ربط المسؤوليه بالمحاسبه. هنا فين غادي نجيو هاد الرئيس ديال الجمعيه الرياضيه سواء ديال الرجاء سواء ديال الوداد سواء ديال اي فرقه كما بغات تكون باستثناء الجيش هادو خاصك تجي دير لهم واحد الكونترول الناس هادو تاع الفلوس عطينا فين مشات. يمكنش حتى رئيس ديال الفريق يجي يسيني معاه واحد سي البدراوي نسيني ليه مع واحد غا مصور معاه واخذ مثلا 300 مليون ولا ما يمكنش هذا راه خصو محاسبه ومساءله هذا راه ما يمكنش. انت رئيس تجي تخربها وتمشي بحالك وتخلي الفرقه غرقه في الليتيج وما حتى شي واحد ما يحاسبك حتى شي واحد. راه هنا راه فين كيبان الدور ديال الجامعه. انا علاش انا جيت قلت لك القضيه ديال ان القشا يتحمل المسؤوليه. الجامعه خصها تبدل القوانين وتفرض ان هذاك القانون ديال التربيه البدنيه تطلب من الوزاره المعنيه اللي هي خصها دير لك مشروع قانون تقدمه وتكون واحد التعديل في القوانين ان هاد الرؤساء خص تكون واحد المتابعه ديالهم من بعد انه سالي تكون واحد المراقبه وتابعوهم. وما يمكنش اي رئيس يجي ما عنده حتى شي علاقه بالاخر غادي يجي يخسر نهار دير نهار دير واحد اللجنه سميتها لجنه الانتخابات واللي تولي تشرف ليك على اللوائح التي تقدم لرئاسه الفرق والسجل العدلي والمستوى الاكاديمي ويفليو الاعضاء ديال اللائحه عاد نشوفوا هاد لي بروفيل نهار يكون عندنا هاد الشيء القانون على باز هو على باز هو القانون السيمونير ملي انت غتعدل لي في ذاك القانون ديال التربيه البدنيه 30/09 هذاك ملي غتدير واحد التحيين ولا واحد التعديل ريس هذاك القانون دير تحيين راه كاين الله يرحم السي صالح ولد العربيه راه كان قيد حياتي قال لنا راه القانون ماشي قران باش ناقشنا معاه ماشي قران باش ناقشنا معاه لو ريغلومون دافيلياسيون فوالا غيتبدل على 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 اساس ان باش تقطع الطريق قدام هذوك الانتهازيين ولا اللي كيستغلوا انهم يجيو لهذا الدومين هذا باش سي شاكر باش نختم معاك باش ترتاح حتى انت كيف كيقول فخر الدين العام الجاي راه غادي يبدا التطبيق ديال الكيد شارج والشروط ديال الكيد شارج العام الجاي بلات هي راه مزيانه في الوراق حنا غنرجعوا للور نشوفوا على من غيتطبق هذا الشيء راه هنا شنو قلت لك انا راه يقدروا يجيو عندي انا يفليوني ويقولوا لي عندك هذا القلم راه هو ما منجورش وعندك هادي ويمشيو عند ايمان اللي ما عندها حتى ستيلو ويقولوا لها صافي راه كاين هاد شوف هذيك عاوتاني هذاك حاجه اخرى هذيك انا كنهضر عليها راه حنا فيها ماشي حاجه اخرى حنا راه فيها لا ملي كيكون الريسك ديال انك تدخل لعند لواحد الحاجه وعندك احتمال ان كما قلت يجيو يقولوا لك القلم ما منجورش ولا منجور راه كتبقى تقول الا قالوا لي ما منجورش غادي يقدروا يديروا معايا واحد الاجراء اللي هو انني غندوز للمحكمه ولا غندوز نتابع قضائيا ولا غنبقى عندي ذاك الريسك. ولكن في حين ان ما كاين لا ريسك لا والو انا غندخل غنريبها وندير داك التسيير اللي بغيت ونختار داك الشيء اللي بغيت ونزيد في حالي مع الطريق ما كاين اللي يهضر معايا غندير وغندخل وغنستافد. تحيه لك سي شاكر. شكرا خويا شاكر مدينه المحمديه. العفو خويا مرحبا. ونمشيو مباشره ناخذوا فاصل مع عبد الهادي ونرجعوا لمواصله استقبال مكالماتكم على 0522 36 05 36. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شهاده اف ام غير وياك ما دازت شي هضره من الشيء اللي كنا كنقولوا في الاوفر ياك ما داز والو. هذه الثقه اللي كيعطيو شوف هذه الثقه اللي كتعطي الجامعه المسؤولين. لا ما كاين حتى شي مشكل الدنيا هانيه حنا المهم غير حنا هانيه كنا كنهضروا على لا كوب دي موند وكنهضروا على تعاطف الانجازات. لا باش الناس باش تمشي هكا كدير واحد الانجاز في لا كوب دي موند فانت صاحب الانجاز دابا هذه اللحظه هذه ما غاديش نوصل انا مثلا لواحد المرحله ومع احترامي اللي بداوا قبل مني عاوتاني ديال انه هما اللي شاركوا اول مره حتى واحد ما غيحيدها اليوم غادي يجي عاوتاني واحد طرف اخر من هنا لقدام غيقول لك انا راه ديت لا كوب دي موند دزت بها اولا ما غيحيدها لك حتى شي واحد. حتى
ثانيا ما غيحيد هذاك اللي كان وصل واحد المرحله متقدمه يحيدها لي حتى شي واحد، وهذاك اللي كان كيشارك للاول مره في هذاك الوقت راه ما يحيدها لي حتى شي واحد. هذا هو الكتاب ديال التاريخ اللي كنهضروا عليه، كل واحد وقته والزمن ديالو، كل واحد كيجي ويدير واحد شي شويه. نمشيو للسلا فخر الدين. سي احمد، سي احمد من سلا، مرحبا سي احمد. مساء الخير. مساء النور سي احمد. تحياتي للاخ اللي استقبل المكالمات عبد الهادي. تحيه الايمان فخر الدين. تحياتي لك سي احمد. الله يبارك فيك خويا، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. حميد حميدو راه كندوز معكم مره مره. مرحبا سي احمد. اللي بغيتي دابا انت احمد ولا حميدو ما عندك حتى شي مشكل، حيت انت اللي متعلق بالسميه ديالك هذيك. نعم. اش كيعيطوا لك في الدرب، حميدو ولا احمد؟ انا العائله كيعيطوا لي حميدو. لا الكارتي، الكارتي الكارتي احمد. هاكاك. ما لعبتيش الكره سي احمد؟ ولعبت كره وتفرجت في الكوره. لا لعبتي تما اللي في الدرب في سلا. في سلا. اين دركتي انت في الدراري القدام ديال سلا؟ درب السي، درب الحروس، محموح، مبارك. حروس معروفي، عبد الحميد. هذا هو الدرب ديالك تما معاهم؟ لا هذيك المدينه القديمه، انا كنت في الاحياء اللي قريبه. داكور. واحد حي تابريك قريب. اييه مرحبا بك سي حميدو. الله يبارك فيك. بغيت نهضر على جوج نقط. أيه. ديال التشيره مع الجيش. اييه التشيره. كتبغي الجيش انت؟ انا كنبغي الجيش ولكن كتعجبني التشيره بالسير. واك واك عباد الله. تبع تبع التشيره دي واحد ستة ولا سبعة ديال الماتشات ديال لا سيزون، وراه ماشي بحال راه كيختلفوا. كتلعب ديما على الطلوع. ما عرفتش كانت كتلعب على الطلوع سيرتو ملي كان مع جريندو جيناني. لا شفتو جيناني الامير كان ديال اكادي لونسيان جوار ديال اكادي وشريف. وشريف اوكي ما لعبوش على الطلوع مع لا حتى مع وشريف كانوا غادي مزيان واحد الوقيته حتى ما عرفتش صداع. ما عرفتش ملي كانوا غادي مزيان مع جيناني فخر الدين. والله اخويا ما عرفت هما اللي كانوا بقاو. تحيه للدراري كاملين. ما عرفتش واش مشكل مادي ولا لان كيوصلوا حتى لاخر دقيقه وكيراطيو. لا هو سي احمد الا كنتي كتسمع حتى الدخول ديالي. ولا عندك درايه بكره القدم، المشروع ديال الصعود ماشي مدرب ولا فرقه ولا لعابه، تيكون ديال المدينه بجميع المسؤولين ديالها بكل شيء المكونات ديالها. هذا هو الصعود. علاش اخي فخر الدين؟ لان التشيره التشيره راه ماشي هي سيدي قاسم ولا قنيطره ولا التشيره، راه مدينه صغيره فهمتي. كتهضر معايا انا راه عشت انا راه لعبت مع التشيره ملي كنت في اكادير، ملي كنت شاطر جاد اكادير. راه كاينه التشيره وكاينه الايت من لور، كاينه نجاح سوس، كاينه رجاد سميتو، كاين انزا اسرقاو، كاين انزا، كاين هادو راه كلهم هادي شامبيونه صعيبه ملي كتبغي تلعب مع هادو بحال قلتي انت كلهم هادو ديربيات. وكيمشيو عندهم وكان عندنا واحد ثلاثه الماتشات اخرين في المنطقه ديال الصحراء ملي كتمشي للعيون. كان ديك الساعه ثلاثه فراخي كاينين في الهوات ولا مع اربعه زائد طنطن. وغتكون تتعرف اتحاد مسيرنات. اييه الله دفاع مسيرنات. دفاع مسيرنات. دفاع مسيرنات. الله دفاع مسيرنات. شباب الخيام. باش كيعجبوني في واحد المستوى في واحد النسق فهمتي. عندهم واحد النسق كيمشيو فيه هاد التشير هادو. وإلا ربح هاد التشير راه ما غاديش تفاجئني انا شخصيا. انت عندك العكس؟ عندي عادي ماشي عكس. ما عندي ما نسالك. يعني إلا ربح هاد التشير عادي عادي التشير تربح الجيش. ماشي مفاجأة. هادي بالنسبة لك أنت. بالنسبة بالنسبه لي وهذاك المحب ديال فريق الجمالكي والمدرب واللاعبين والناس مسؤولين على الجمالكي غاديهم عاديه. لا راحك كرة القدم هي كرة القدم. لا 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 انا ما دويتش معك. السي حميدو خليك غادي معايا في الخط اللي غاديين فيه. كرة القدم خليها بوحدها، الانتصار والهزيمه انا ما كنهضرش عليه دابا، هذاك وارد في كرة القدم. انا بغيت كنركز على ديك القضيه نسطر لك عليها. كتقول لي عادي عادي بالنسبه لك انت. عندي انا فوالا على حساب داكشي اللي تبعت انا انا كنلعب انا كنلعب ديال الجيش الملكي ما غاتكونش عندي عاديه. يمكن. لا ماشي ماشي كتصغير ولا كاحتقار ولا لا. انا كجيش الملكي فهمتي. انا عليا عليا واحد المسؤوليه كبيره عكس فريق التشيره. اشي النقطه الثانيه اللي عندك السي حميدو؟ النقطة الثانية هي ديال بركان مع الزمالك. مالهم؟
الزمالك تنظن بانه بركان دارت واحد اسمه فريق تاع بيت واحد تاع سميتو يعني صعيب لان الزمالك اللي عقل على الزمالك شنو داروا مع التيمومي وكيفاش داروا قدام الجمهور المغربي وكيفاش سميتو يعني اكثر من الاهلي فيهم البكاب بزاف وكيضي يعني غادي يمشيوا للخشونه وغيمشيوا للاربيط وغيمشيوا لتضييع الوقت الى اخره فهمتيني فاذا تمكنت انه بركان يكون لو شون ديال اخو تجيب داك التعادل من تما كاينه راه غادي يكون مزيان يعني راه الزمالك ماشي ديك الفرقه الكبيره اللي كنتصورها ولا شي حاجه يعني راه هو الى ملي كتهضر على الزمالك راه بحالك بحال بركان تا بركان راه ماشي ديك بركان اللي دازت هذه 3 سنين ولا 4 سنين لا تلابورتي الزمالك واخا بحال 3-0 ديك الفرقه ديال غانا ولا ما نعرف في بلادهم هذاك هو اللي دخل شويه الشك للجمهور والفرقه ديال كان ولكن الزمالك راه تبقى ماشي شي فرقه اللي هو كتبقى زمالك فوالا الاهلي كتبقى اهلي فهمتيني فوالا هادشي اللي كاين شكرا لكم تحيه لك السي حميدو الله يحيي لك تحيه للسي حميدو الخبر اللي كنت بغيت نقول لك في الاول ديال الحلقه وقلنا خليه تا نختموا به كنبغي انك نختم معك بحال هادشي لجنة الأخلاقيات تقرر إيقاف إسماعيل جامعي رئيس الشركة الرياضية ديال المغرب الفاسي عن ممارسة أي نشاط رياضي. لماذا؟ تم توقيفه إلى حين مثوله أمامها للاستماع إليه بخصوص الشكاية التي وضعها ضده أحد الأطباء. وأوضحت مصادر جامعية أن الجامعي تخلف عن الحضور لجلسة الاستماع في أكثر من مناسبة رغم توصله باستدعاءات اللجنة. وتخلف الجامعة الحضور أمام لجنة الأخلاقية أكثر مناسبة دون تقديم مبررات بما دفعها لاتخاذ قرار منعه من مزاولة أي نشاط رياضي إلى حين الاستماع إليه. دابا منعتيه مناش منعتيه أي نشاط كروي مناش منعتيه دابا تشرح لي شي حاجة اللي لا تشرح سولني سؤال محرج لا ولا ما حيتهوش انا لا لا فهمتك فين بغيتي تمشي خليني انا ومنير غير انا فاشنو النشاط اشنو النشاط اللي غادي انا بحال كنفهم ضمنيا فخر الدين كيقول لي انت منعتيه اش من نشاط اصلا كان كيدير لا لا ماشي اش من نشاط بلاتي هو راه كان رئيس ديال المغرب الفاسي ديال الشركه هي لا هاك هاك نسيتي ديالك هاك 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 لا حول ولا قوة لا ولكن أمونير اسمح لي ورقيا كان كيدير اسمح لي مزيان دي الأجر شوية مستمعين الكرام في هذه اللحظات فخر الدين كيروح كينسحب 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 البلاطو كينسحب هادي سطر عليها كينسحب هي مسطرة صافي كينسحب البلاغ ديال لجنة التأديب غدا إن شاء الله بعد السياحة فخر الدين نشوفوا واش غيرجع بعد غدا ولا لا لا مشاو لي 3 بوان دابا غيخسروا 3-0 حنا رابحين 3-0 إن شاء الله فهذا كان بلاغ ديال يعني توقيف إسماعيل الجامعي من طرف لجنة الأخلاقيات كنظن وصلنا لنهاية حلقة اليوم ياك أخويا عبد الهادي صافي غتصيفطنا واخا يلاه ماشي مشكل حنا غادي خصنا نمشيو لجنة الإستئناف دابا ونطلع الطاس ديال الحلم حمالي ماشي ديال سويسرا ايوا كما كاين مشكل على اي شكرا ايمان شكرا لك مونير شكرا فخر الدين شكرا لك الى اللقاء كابتن فخر الدين نتلاقاو غدا ان شاء الله في حلقه جديده من حلقات برنامج البطوله الى اللقاء